بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار، كل الانفرادات، كل الكواليس لكل متابعينا النهارده، سواء عبر التلفزيون قناه اون تايم سبورتس او عبر الاذاعه. هاشتاج حلقتنا النهارده مع شوبير، وسؤال الحلقه بيقول: توقعاتك نتيجه مصر وتونس غدا ان شاء الله في كاس العرب. بتبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي، مستنيين رسائلكم، هنقول جزء كبير منها النهارده ان شاء الله. قبل اي حاجه عايز اقول لكم تقريبا التشكيل اللي هنبدا بيه مباراتنا غدا باذن الله. بس قبل التشكيل الحقيقه في نقطه ايجابيه جدا جدا جدا. اي حد عاقل يتاكد ان حمدي فتحي واحمد حجازي خارج مباراه الغد، اي حد يعني، لانه الاصابات اللي بالشد في الخلفيه دي دمها تقيل، ولما بتزيد بتتصعب جدا يعني. لكن في طرفين يستحقوا التحيه يعني، الاول هما اللعيبه، لان اللعيبه عندها اصرار مش طبيعي انها تلحق يعني. لو الوضع ده في الدوري المصري ما حدش كان هيلعب، لكن حجازي مصمم يعني. الكلام اللي جاي من التمرين انه بيتمرن كما لو كان ولد عنده 18 19 سنه، والمباراه دي هي فرصته الاخيره. وانه حمدي فتحي يعني استقتل في الجلسات وفي العلاج وفي الشغل و و و عشان يلحق، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم ومن عليهم بالشفاء. وبالتالي هنا لازم اوجه التحيه سريعا للجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني برئاسه يعني الدكتور الحقيقه الدكتور محمد ابو العلا، من الدكاتره اللي ربنا مديهم موهبه، ومعاه كل بقى المجموعه اللي موجوده معاه دكتور احمد مطر وكل الافاضل. معلش اعذروني، هحاول اجيب باقي الاسماء، لانهم بذلوا مجهود خرافي مع اللعيبه انه يلحقوا بمباراه الغد. انا كنت كتبت انه تاكد غياب حمدي فتحي وغياب احمد حجازي لعبهم بكره ده فيما يشبه المعجزه. ايضا مجدي قفشه الحمد لله تاكد سلامته، والشناوي كنت من الاول قلت لكم احتمالات مشاركته هتكون كبيره جدا، اذا منتخبنا كامل العدد باستثناء النجم ايمن اشرف اللي مش هيكون موجود بكره. وبالتالي تشكيله بكره ان شاء الله لمنتخبنا الوطني ان شاء الله بيبدا بمحمد الشناوي، بيعود اكرم توفيق الى مركز الظهير الايمن، بيستمر احمد فتوح المتالق جدا في هذه البطوله في مركز الظهير الايسر، وبيرجع احمد حجازي وجنبه الونش. حمدي فتحي والسليه اللي عاملين بطوله رائعه، بيلعب قدامهم مجدي قفشه، بيلعب على يمينهم زيزو، بيلعب على شمالهم حسين فيصل، بيلعب راس حربه مروان حمدي. ونقف شويه، اذا كان المدرب مدي لمروان حمدي الثقه، ما نجرب احنا كمان نديله الثقه. يعني اذا كان كيروش اللي محقق نتائج رائعه جدا، الراجل الحمد لله والشكر لله لم يخسر مباراه ولن يخسر باذن الله، فاذا كان الراجل هو تعادل مباراتين، مباراه مع انجولا ومباراه مع الجزائر، وانجولا كانت في انجولا وكان لها ظروفها. فاذا كان ده تشكيلتنا ان شاء الله المتوقعه لمباراه الغد، فالراجل عنده ثقه في مروان حمدي، هو شايف فيه حاجه فيه. هو شايف انه بينفذ، شايف انه بيجري، شايف انه بيخلق مساحات، شايف انه بيفتح لزملاته القادمين من الخلف، شايف خلاص اوكي. ما ينفعش احنا كلنا نطلع النهارده بقى في البرامج تاني يا كروش مروان حمدي، احنا بشر. يعني انا انتقدت مروان لما طلع هنا اتكلم، بس في النهايه احنا بشر. لما تلاقي كل شويه واحد ضغط عليك ضغط عليك ضغط عليك ضغط عليك، فالولد يعني انفجر، طلع كتب كلمتين وما كانش ليه حق خالص فيهم يعني. بس احنا بني ادمين، واحنا بنتكلم النهارده بحكم السن والعمر، واحنا اياميهم لما كنا في سنهم كنا بنعمل اكتر منهم يعني. ما كانش في سوشيال ميديا، لو كان في سوشيال ميديا كنا بوظنا الدنيا، كنا بنطلع نرد في الجرايد، وكان الاهرام والاخبار والجمهوريه والمسا والكره والملاعب واخبار الرياضه والاهرام الرياضي، وما نستحملش كلمه على نفسنا يعني. غلط، وتصرف غلط، وسلوك غلط، ومش مقبول، وتوبخ عليه وتعنف عليه. لكنه اللي عايز اقوله ان الراجل بدا بيه كل المباريات اساسي، وربنا كرم المباراه الاخيره سجل هدف. ما المانع ان احنا ندي لمروان حمدي ثقه ولكل اللعيبه؟ مش لازم يبقى لعيب اهلي او زمالك يعني. انت بتصبر على شريف، وبتصبر على مصطفى محمد، وبتصبر على زيزو، وبتصبر على الونش، وبتصبر على اكرم، وبتصبر على الشناوي، في حد ما بيغلطش يعني؟ في حد ما بيبقاش موفق في النافي يعني؟ او في حد مش عايز يبقى موفق؟ كله عايز يبقى موفق. فارجوكم لو سمحتوا من فضلكم يعني كده، خلينا في رسائل مسانده دلوقتي، كلنا ثقه في مروان حمدي. مروان حمدي ان شاء الله هيكسبنا بكره، مروان حمدي بامر الله يكون ليه دور كبير جدا في المكسب بكره. اكتبوا ده، الدور الثقه، مش عشان ده لعب وده ما لعبش وده عمل. ما تعرفش في بطوله الامم الافريقيه ايه، ممكن يكون في ناس من اللي بتلعب مش موجوده خالص. يا اتمنى انه ده يحصل يعني. راجل ماشي، مغامره كروش ما زالت مستمره، لو انا عندي عنوان وتستمر مغامره كروش. النهارده انت ملاعب 40 لعيب من ساعه ما الراجل جه لحد النهارده، في 19 مباراه ملاعب 40 لعيب. النهارده شفنا احمد ياسين بقى لعيب دولي، شفنا محمد عبد المنعم بقى لعيب دولي، شفنا عمر كمال عبد الواحد بقى لعيب دولي،
شفنا احمد رفعت بقى لعيب دولي، شفنا حسين فيصل الدنيا قايمه مش قاعده عليه انه الزمالك سابه ببلاش وبقى لعيب دولي، شفنا مهند لاشين بقى لعيب دولي، شفنا اسامه فيصل بقى لعيب دولي، شفنا مروان داوود بقى لعيب دولي بيسجل اهداف، شفنا محمود جاد بقى حارس دولي، شفنا محمد صبحي ما شاركوش بس دولي موجود في البطوله يعتبر بيلعب. ما كانش بيحصل. انت كنت تيجي تاخد جون الاهلي ولازم تحط جون الزمالك، تاخد جون الزمالك لازم تحط حارس مرمى النادي الاهلي، تاخد الباك رايت مش عارف من هنا عشان ما يزعلوش تحط الباك ليفت من هنا، تاخد السيرد باك من هنا، لا دلوقتي خلاص. هو الراجل عنده سيستم وعنده طريقه، خلينا نمشي معاه، خلينا نساند، لانه هل فيما لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله مش هيحصل، وبامر الله باذن الله هنكسب بكره. لو انه ما كسبناش، لو خرجنا، هل كروش هيمشي؟ مش هيمشي. عنده بطوله الامم الافريقيه اذا اتلعبت. وإذا اتلعبت وأيا كان برضو اللي هيحصل فيها مش هيمشي، لأنه بعدها على طول في مارس عندنا الملحق بتاع كاس العالم، مبارتين إن شاء الله نكسب ونعدي بأمر الله سبحانه وتعالى. يبدو أن العهد كويس، العصر كويس، الفكر كويس، النية كويسة. خلينا نساند كروش ونساند ضياء السيد ونساند محمد شوقي ونساند عصام الحضري ونساند وائل جمعة ونساند كل الجهاز الفني والطبي المعاون والجهاز الإداري المعاون، هننجح، لأن احنا عندنا لا يصح الا الصحيح. في النهايه الدور المربع الذهبي لم يحتكم الا للمنطق، مصر منطق، تونس منطق، قطر منطق، جزائر او مغرب كان منطق. مع كل احترامي لكل الفرق اللي كانت موجوده، لو كانت السعوديه موجوده بالفريق الاول كنت هقول لك منطق، لكن راحوا بالشباب. كل الحب وكل الاحترام لباقي الفرق، يعني ما المغرب والجزائر ايه ضربات ترجيح، بدل ما كان رئيس مولح يصد كان حارس مرمى انس لزنيتي كان هو اللي ممكن يصد وتتعكس الايه. بس ده المنطق. فالمنطق انك من كبار الكره في العالم العربي ومن كبار الكره في افريقيا، وان شاء الله تكون من كبارهم وتوصل الى نهائيات كاس العالم بامر الله. ايه رايكم ندي جرعه ثقه باذن الله؟ تعالوا بينا لموجز الاخبار. الحكم الإيراني علي رضا بغاني يدير مباراة مصر وتونس غدا في نصف نهائي كأس العرب. شناوي وحجازي وحمدي فتحي شاركوا في المران الجماعي الأخير لمنتخبنا الوطني استعدادا للقاء تونس. ألف حمد لله على السلامة. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي بيؤكد تحسن حالة أيمن أشرف وبدء مرحلة جديدة من التأهيل برجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد ليه من الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني المصري. الاجتماع الحائر مع البطولة الحائرة، تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف اللي كان من المقرر إقامته النهاردة لمناقشة مصير موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. أخبار كثيرة بتقول إنه هيكون يوم السبت على هامش نهائي البطولة العربية. في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكورة لم يتقدم أحد حتى هذه اللحظة، بفكركم أنها انتخابات قوائم. الزمالك يعلن تعيين مدحت عبد الهادي مدربا عاما وأمير عزمي مجاهد مدربا مساعد ضمن الجهاز الفني لباتريس كارترون. كارترون علق وقال معرفش حاجة. في مباراة ودية جرت اليوم بملعب حلمي زامورة، الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي 2-2 استعدادا لاستئناف الدوري، وبن شرقي يعود للقاهرة الخميس المقبل. رابطة الأندية بتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلي مع فيوتشر بالجولة الثامنة إلى يوم 29 ديسمبر الجاري بدلا من 25. خمس حكام مصريين لأول مرة في بطولة الأمم الأفريقية، عندنا البنا وأمين عمر للساحة، عندنا عاشور للفار، أحمد أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، ألف مبروك. في مهرجان ودي رائع على كأس الراحل مارادونا، بوكا جونيورز يتوج بلقب هذه الكأس التي تقام في السعودية لأول مرة بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1. في بوادر او بادره لازمه كبيره جدا قد ينتج عنها رحيل اوباميانج عن ارسنال، سحب شرط القياده من اللاعب واستبعاده من مواجهه وستهام لاسباب تاديبيه غدا. ايضا اجويرو يعقد مؤتمر صحفي غدا برفقه رئيس النادي، غالبا سيعلن فيه اعتزاله كره القدم لاسباب صحيه. ربنا يا رب يطمنا عليه ويشفيه ويشفي كل الناس.
في لفتة جميلة من البطلة العالمية العربية التونسية أنس جابر، عرضت مضربها اللي خاضت بيه بطولة إنديانا ويلز للبيع، برعت بقيمته إيه إلى نادي النجم الساحلي لأنه بيمر بضائقة مالية شديدة جدا. والله حاجة جميلة جدا يا أنس. الحقيقة الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيبقى عندنا واحد من نجومنا متألق في الدوريات الأوروبية، ما بالك دوري كبير زي الدوري الألماني. الدوري الألماني دوري كبير وعنيف وقوي، وعدد من الأندية الكبرى، البايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، هيرتا برلين، باير ليفركوزن، شتوتغارت، بروسيا مونشنجلادباخ، كتير جدا من الفرق. وإن كان بايرن ميونخ طبعا هو الغول الأكبر والأقوى في الكرة الألمانية على مر العصور. من هؤلاء اللاعبين النجم عمر مرموش اللي شفتوه في هذا التقرير، واللي كان لعب في منتخب الشباب وشارك قليلا في المنتخب الأولمبي، ثم فاجأ الجميع كارلوس كيروش بضمه للمنتخب الوطني قبل مباراتي ليبيا. سجل هدف الفوز في مباراة ليبيا في القاهرة أو في برج العرب، وصنع هدف من الأهداف الثلاثة اللي فزنا بها، والكل الحياة بقى يتغنى بعمر مرموش. عمر مرموش الآن متألق في شتوتغارت وبيأدي بشكل أكتر من رائع، رغم هزيمة قاسية اليوم أمام بايرن ميونخ، لكنه عادي أنك تخسر من بايرن بأربعة أو خمسة، ده طبيعي جدا. لكنه أصبح حديث وسائل الإعلام ليس في ألمانيا فقط ولكن في كثير من الدول الأوروبية. خلينا نرحب على التليفون بالكابتن عمر مرموش. عمر مساء الخير عليك. كيف حالك يا كابتن شوبير؟ الاخبار ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. هارد لك النهارده. هو البايرن دايما علقه يا عمر، معلش. عادي، خساره بنتعلم منها طبعا. البايرن فريق كبير وقدينا احنا بشكل كويس، بس ربنا ما كرمش، بس يعني اكيد بنتعلم من الخساره دي وان شاء الله نأدي في الماتشات الجايه. يعني انت لعبت المباراه كلها يا عمر؟ طلعت في الدقيقه 80. بس البايرن يعني، طب يعني ترشح لي كده ايه السر انه البايرن محتكر الدوري الالماني بهذه الطريقه ولا يسمح لاحد بالاقتراب، وحتى في اوروبا بياخد برشلونه 3، بياخد مش عارف ايه، الست ماتشات اللي لعبهم في دوري المجموعات 18 بونت من 18 بونت يا عمر؟ طبعا البايرن فرقه كبيره ومعاهم لعيبه كتير، ودي حاجه مهمه جدا ان هم ضغط الماتشات بيبقى عالي، بيلعبوا ماتشات كل 3 ايام. فان هو يبقى عنده 15 16 لعيب بيقدروا يلعبوا في اي مكان ويأدوا بشكل كويس بيساعدهم بشكل مميز جدا. وطبعا لما بتلعب مع بايرن بتبقى متوقع انك تحاول تأدي باحسن شكل عشان تحاول تقفل المساحات اللي هم بيلعبوا فيها، واي غلطه بتبقى بجون يعني. طيب بتبقى من اصعب الحاجات انك تلعب ضد البايرن. طبعا ناس كتيرة انتقدتك بعد ضربة الجزاء في مباراة شتوتغارت في فولفسبورج، ومن حسن الحظ ان فرقتك كسبت 2-0، وانت حاولت توضح اكتر من مرة انك لم تقصد الاستهانة على الاطلاق، وانك حاولت تجرب طريقة سدد بيها ضربة جزاء. هل انتهت الزاوية بعدي ولا لسه موجودة؟ لا انتهت طبعا من يوم الماتش. يعني انا مهاجم وشغلتي ان انا اجيب اجوان طبعا. ما بحبش استهتر باي اي فرقة او اي لعيب، حتى في اي فرقه في البوندسليجا، وبالذات مع فولفسبورج اللي انا قعدت فيه فتره طويله وتعلمت كتير فيه. وفي الاخر قررت ان انا اشوط البنالتي كده بس. يعني ربنا ما كرمش الحمد لله. وما كنتش عايز استهتر باي حد طبعا. صحيح. هل استعدت كامل فورمتك بعد العوده من الاصابه، وكان ايه نوع الاصابه يا عمر وقعدت قد ايه؟ استعدت فورمتي بشكل كبير لحد دلوقتي. الإصابة كانت كادمة في أنكل رجلي في التمرين في وتر اسمه سندسموزة، وقعدت معايا 4-5 أسابيع، بس الحمد لله رجعت الملاعب دلوقتي، يعني الدنيا ماشية كويس. طيب إزاي بتتابع المنتخب الوطني في البطولة العربية، وهل بتتواصل مع حد من اللعيبة أو من الجهاز الفني أو من الجهاز الإداري؟ أنا دايما على تواصل مع الجهاز الفني والإداري واللعيبة، واتمنى لهم كل الخير ان شاء الله في كاس العرب ويقدوا بشكل كويس ويكسبوا البطوله باذن الله. هل في حد متواصل معاك باستمرار من الجهاز، يعني بيطمن عليك، بيسالك اخبارك ايه، وصلت لايه، الحاله عامله ازاي؟ يعني بعد الاصابه كنت بتواصل كتير مع الدكتور ابو العلا ومصطفى صدقي وميكا بتوع العلاج الطبيعي. واحنا دايما على تواصل عشان بيحاولوا يشوفوا ممكن اتحسن في ايه، واشوف بيشوفوا رجلي كل يوم ولو هي اتحسنت، عشان طبعا الفتره اللي جايه فتره مهمه.
اعتقد بعتوا لك حد يا عمر هناك؟ اه بعتوا لي حد. اظن دي اول مره، ما حصلتش قبل كده. لا طبعا يعني ما حصلتش قبل كده، وكان احساس كويس جدا ان هو المنتخب مهتم ويبعت لي حد ان هو يجي يطمن عليا ويحاول يسرع الموضوع. واكيد رد الفعل عند النادي كمان باين لهم مدى اهتمام المنتخب بيك ومدى اهميتك بالنسبه للمنتخب الوطني يا عمر. اه ان الواحد يلعب للمنتخب بتبقى حاجه كبيره طبعا للنادي، وبالذات ان هم يكونوا مهتمين بشكل كبير ويبعتوا ناس يبصوا عليا ويطمنوا عليا في وقت اصابتي. دي طبعا وريتهم اهميتي للمنتخب، و يعني الحمد لله ان احنا عندنا الامكانيه ان احنا نقدر نشتغل بشكل احترافي. خلينا نتكلم بصراحه شويه، استبعدت من الاولمبياد ولا النادي اللي رفض؟ ده سؤال الاول مهم، اتفضل. هو الاولمبياد مش فيفا ديت، فالنادي ليه الحق ان هو يرفض. نعم. والنادي فعلا رفض ان انا اروح الاولمبياد، لكنه ما شفناكش قبلها في المنتخب الاولمبي يا عمر كاساسي او في بطوله افريقيا. انا عارف ان جات لك اصابه، لكنه يعني ما كانش باين ان عمر مرموش لاعب اساسي في المنتخب الاولمبي. لا ما كنتش بشارك بصفه عامه يعني في المنتخب، بس دي حاجه طبعا ترجع للجهاز الفني واختيارات الجهاز الفني. نعم. ونظره الكابتن شوقي غريب في الفتره دي. بس الحمد لله يعني جات لي الفرصه دلوقتي في المنتخب الاول، والحمد لله ان انا مسكت في الفرصه. حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى كان مأجل لك الهديه او مأجل لك المكافاه انك ما تبقاش موجود اساسي في المنتخب الاولمبي وتلاقي نفسك في المنتخب الاول، منتخب مدجج بالنجوم محمد صلاح والنني وعمرو السوليه والونش ومصطفى محمد ونجوم كثيره جدا موجوده في المنتخب، وانت ما شاء الله راس براس معاهم، بل بتلعب وبتتفوق وتتالق وبتسجل الهدف اللي كنا محتاجينه جدا قدام ليبيا. اه طبعا الفضل لربنا طبعا، وان انا ما اتاخدش في كاس امم افريقيا كانت حاجه صعبه بالنسبه لي، بس اتعلمت منها واشتغلت على نفسي وتعبت كل يوم واستنيت الفرصه تجيلي في المنتخب الاول، والحمد لله لما جت مسكت فيها وديت بشكل مميز. هل كنت متوقع ان يتم اختيارك للمنتخب الاول يا عمر، ولا كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ كنت متوقع عشان انا بلعب في الدوري البونسيجا من اجمل الدوريات في العالم، وزي ما قلت انا كنت مستني الفرصه ان هي تجيلي، وان انا بتعب كل يوم واتمرن كل يوم واركز في اكلي وصحتي، وان انا اقدر ادي بشكل مميز مع فرقتي، ان انا اكون مجهز لاي وقت ان المنتخب ياخدني. بس انت ما اتخذتش المنتخب الاولمبي اللي هو المنتخب الاقل شويه من المنتخب الاول، يعني بعتقد ان اختيارك كان مفاجاه ساره بالنسبه لك يعني. لا ما في الاخر دي حاجه ترجع للجهاز الفني طبعا. يعني كانت حاجه غريبه بالنسبه لي ان انا مبقاش موجود في المنتخب الاولمبي، بس الحمد لله تعبت واشتغلت وربنا كرمني. استقبال اللاعبين ليك في المنتخب الاول، اول ما ظهرت اول ما رحت، الاستقبال كان عامل ازاي، خاصه انه كان محمد صلاح عاد الى صفوف المنتخب؟ الاستقبال كان كويس جدا من اول يوم، كنت حاسس ان انا حته من الفرقه وان انا بقالي فتره معاهم. طبعا انا اعرف كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري فات وفي وادي دجله. نعم. فده سهل لي الموضوع شويه، وطبعا انك تبقى في منتخب مع كابتن محمد صلاح نجم العالم حاليا حاجه كبيره جدا، وبنتعلم منه كل يوم. اللقاء ازاي كان مع محمد صلاح؟ ما كانش فيه كلام قوي ما بيننا، كنا احنا دايما هو دايما بيركز في اكله وشغله ودايما بيشتغل بشكل احترافي. الكلام طبعا اول مره اكون موجود في المعسكر، فطبعا لازم اخد على الاجواء في المنتخب الاول قبل ما ابتدي اتكلم مع كابتن محمد صلاح واتعرف عليه شخصيا. نعم. طيب الاستقبال اللعيبه زملاتك بشكل عام ده حفزك، لانه اول مباراه وتسجل هدف من الاهداف الجميله ده اللي احنا شفناه في مباراه ليبيا، ده فرق معاك نفسيا يا عمر؟ ساعدك؟ اه الجون ساعدني بشكل كبير جدا، اداني الثقه ان انا اول ماتش ليا مع منتخب مصر. طبعا بيبقى من اصعب الماتشات انك تخش في المنتخب وتثبت نفسك، بالذات انك بقالك كتير مش في منتخبات وما اتخذتش المنتخب الاولمبي، محدش يعرفك في الفتره دي، فانت بتحاول على قد ما تقدر انك تأدي بشكل كويس
فالجون ساعدني على كل الحاجات دي واداني الثقه ان انا ابقى ما بين النجوم دي. اتفاجئت انه كيروش بيقول لك انت اساسي في مباراه ليبيا؟ يعني ما اتفاجئتش، انا كنت مستني ان انا رايح المنتخب في دماغي ان انا يعني العب بشكل اساسي واكون موجود معاهم، بس طبعا اكيد اتفاجئت لما سمعت ان انا هبدا ماتش ليبيا. دي اسعد مفاجاه يمكن في السنوات الاخيره بالنسبه لك يعني؟ طبعا ده شرف لي ان انا العب مع المنتخب الاول، واي لعيب بيحلم باللحظه دي. القصه من دجله الى المانيا جت ازاي؟ كنت انا بدات مع باتريس كارترون وبعدين كابتن ميدو جيو، لعبت معاه بصفه عامه يعني كنت اساسي في معظم الماتشات وعديت بشكل كويس. ايوه. وبعدين رحت امم افريقيا مع منتخب الشباب، منتخب 97. وبعد البطوله فولسبورغ كلموني وكانوا عايزين اجي فتره معايشه اسبوع، فطبعا انا من وانا صغير كان حلمي ان انا العب في نوادي اوروبا. وفولسبورغ مش نادي صغير في البوندسليجا، يعني مطلع لعيبه في الفترات اللي فاتت زي دي بروين وباسيتش والاسامي الكبيره دي. نعم. فاول لما جات لي الفرصه مسكت فيها طبعا، و يعني كانت صعبه في الاول بس الحمد لله يعني ان انا خدت الخطوه دي بدري. كان في تعاون من اداره وادي دجله؟ طبعا كان في تعاون بشكل كبير. كارترون ولا ميدو صاحب الفضل الاكبر عليك؟ والله انا يعني لعيب محترف بتعلم من كل مدرب بشتغل معاه، وبحاول اتعلم من اي حد بشتغل معاه ان هو يديني الخبرات بتاعته. زي ما قلت انا طلعت مع باتريس كارترون، لعبت معاه ماتشين، كابتن ميدو كيو شاركت بصفه اساسيه ولعبت ماتشات اكتر بكتير. ودايما بحاول اتعلم المدربين اللي بشتغل معاهم. طيب بالتاكيد ما كانش هيبقى لك دور مع المنتخب في البطوله العربيه لانها خارج الاجنده، لكنه كاس الامم الافريقيه شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ شايف منتخبنا الوطني يتصنف فين؟ لو عندي مهاجم زي حضرتك في الدوري الالماني، مهاجم زي الكابتن محمد صلاح في الدوري الانجليزي واحد من افضل اللاعبين في العالم، مهاجم زي مصطفى محمد في الدوري التركي لاعب وسط ملعب زي النني في الدوري الانجليزي برضو واحد من اكبر انديه نادي الارسنال، عندنا عدد من اللعيبه التقال اللي موجودين بره بالاضافه للدوري المحلي المصري ودوري قوي يعني. هل ده بيزود فرصنا في بطوله الامم الافريقيه ولا المنتخبات اللي عندها لعيبه محترفه في اوروبا اكتر هم اللي ممكن يكونوا اصحاب اللقب؟ طبعا بيسهل لنا الموضوع ان احنا يبقى معانا لعيبه كبيره زي الاسامي اللي انت لسه قايلها. وطبعا منتخب مصر بيروح اي بطوله رايح يكسب البطوله، ومنتخب مصر من اكبر المنتخبات في افريقيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني في امم افريقيا ونعمل حاجه كويسه. لكن شايف فرص منتخبنا عامله ازاي؟ انا شايف ان احنا المنتخب بتاعنا قوي وبنلعب بشكل كويس وشكل جماعي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله الجايه دي ونأدي بشكل كويس ان شاء الله وناخد البطوله. يعني زي ما قلت المنتخب المصري ما بيروحش اي بطوله غير ان هو رايح يكسب. نعم. مسيرتنا ومشوارنا في كاس العالم شايفه ازاي؟ وخلاص عندنا مباراه، ما زلنا في انتظار القرعه اللي هتحدد لنا واحد من السنغال، نيجيريا، تونس، المغرب، الجزائر، تتمنى مع مين وشايف المشوار عامل ازاي؟ يعني مش بتمنى ان احنا نلعب ضد اي فرقه يعني بالمخصوص، بس احنا جاهزين وبنتمرن بشكل كويس وكلنا بنأدي بنحاول نأدي بشكل كويس في النوادي بتاعتنا عشان نرجع ونساعد منتخب مصر ان احنا نوصل لحلم كاس العالم. وان شاء الله لما القرعه تطلع والفرقه اللي هنلاعبها تطلع ان شاء الله نقدر نكسبهم ونتأهل لكاس العالم باذن الله. مش فارق معاك مين المنتخب اللي هنلعب؟ لا احنا بنركز في نفسنا وبنركز احنا هنلعب ازاي، واحنا عارفين ان احنا منتخب قوي ونلعب اي فرقه. دايما السؤال اللي بيتسال اللعيبه اللي خرجت، انت هترجع على الاهلي ولا هترجع على الزمالك ولا ناوي تعمل ايه؟ يعني اقول لك قصه زمان، طالما انت في المانيا كابتن هاني رمزي وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. هاني لما سافر اهتم انه يتعلم اللغه فتعلم فرنساوي لانه كان في سويسرا، طلع على المانيا اتعلم الماني، كمل مشوار احتراف حوالي 14 سنه
حسام وابراهيم كانوا مكسرين الدنيا في سويسرا، لكن اول ما النادي الاهلي قال لهم تعالوا راحوا راجعين جري. عمر مصمم على استكمال مشوارك الاحترافي، ولا لو حد من نادين الكبارين قال لك يلا ترجع؟ انا موجود حاليا في اوروبا ومعايا يعني انا عادي لسه سنه كمان في وسبيت بعد الاعاره في شتوتجارت. ومن وانا صغير وانا حلمي ان انا العب في اوروبا، والحمد لله حققت الحلم، ونفسي ادي بشكل كويس في الدوريات الاوروبيه واوصل من النوادي الكبيره في العالم. وانا دلوقتي يعني انا دلوقتي مركز في النادي بتاعي، وان شاء الله فاضل افضل في اوروبا. هتفضل في اوروبا وده الاختيار الاصح. وجودك في المنتخب في السن الصغيره دي تهديفك، وان شاء الله وجودك في قائمه المنتخب في كاس الامم الافريقيه، وان شاء الله تشارك المنتخب في التاهل لكاس العالم، شايف ده بيرفع من سعرك وبيخلي العروض تبقى اكتر؟ وهل حابب تكمل في المانيا ولا ممكن تتحرك من الدوري الالماني يا عمر؟ طبعا انك تشارك لمنتخب بلدك الفريق الاول بيفرق جامد في الفرقه اللي انت بتلعب فيها، ان هم يبصوا لك بطريقه تانية. بس يعني في اي نادي انا بلعبه بتبقى الاختيار للجهاز الفني وهو محتاج ايه وشايف ايه في وقتها. وبالنسبه للعروض من الانديه الاوروبيه اكيد في عروض في الفتره دي، بس دي حاجات ترجع لوكيلي وهو ده شغله. انا شغلي ان انا العب في الملعب وادي بشكل كويس، صحيح، اركز في صحتي وجسمي. وبعدين طبعا لما بيكون في فتره يعني فتره انتقاليه او عقدي بيخلص او اعارتي بتخلص، طبعا بيبقى في كلام ما بين انا والوكيل بتاعي ونشوف ايه احسن حاجه بالنسبه لي في وقتها. يعني لو في فرصه تتنقل لدوري تاني تفضل اي دوري؟ الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي، هل تحب تبقى جنب محمد صلاح ولا تحب تبقى في نادي تثبت فيه يعني كمان يعني نجوميتك؟ طبعا نفسي العب جنب محمد صلاح، بس مش اسهل حاجه انك توصل للنوادي الكبيره دي، والاول لازم ادي بشكل كويس في النادي اللي انا فيه حاليا. وبعدين نشوف بقى يعني الدنيا هتمشي ازاي بعد كام شهر ان شاء الله لما فتره الانتقالات تفتح تاني. وقتها بقى اشوف بقى النادي اللي جاي لي هل هو احسن حاجه بالنسبه لي ولا لا. يعني ما اقدرش اقول لك ايه احسن نادي او ايه النادي اللي انا عايز اروحه. دلوقتي عده سنوات في الدوري الالماني ولعبت سنتين او اكتر في الدوري المصري، هل نقدر نعمل مقارنه نقول ايه الفرق بين الدوري المصري والدوري الالماني بعيون لعيب في سن صغير لعب في الدورين؟ الاحترافيه. انت بتطبق نظامك الاحترافي كاملا في المانيا يا عمر؟ انا موجود من سن صغير وتعلمت الاحترافيه. طبعا اللعيب كوره مش بس في الملعب، طبعا يعني لازم تركز في نومك واكلك وجسمك وتتمرن بشكل كويس في الجيم. فدي حاجات كلها اتعلمتها عشان انا بقالي 4-5 سنين دلوقتي في اوروبا، ودي حاجه ساعدتني ان انا اقدر اتعلم هما بيشتغلوا ازاي واطبقها. اتعلمت اكتر من لغه؟ بتكلم الماني دلوقتي. الماني وانجليزي، انا عارف تتكلم انجليزي كويس. الماني وانجليزي. ده شيء جميل يعني. الواحد لما بيرجع من اصابه بيبقى بيتلكك على حاجه تديله الثقه، الهدف اللي جبته في هرتا برلين بعد الاصابه فرق معاك نفسيا؟ طبعا اداني ثقه في وقت بدري كنت محتاج الثقه دي، عشان دايما لما بتبقى راجع من اصابه بتبقى عايز تأدي بشكل كويس، بالذات ان الفرقه ما كانتش في احسن لحظات يعني في الموسم. فالحمد لله اول لما رجعت كسبنا اول ماتش ضد ماينز 2-1، وهرتا برلين تعادلنا 2-2 وسجلت هدف، وده اداني الثقه طبعا بدري. هتتابع مباراه بكره ولا هيكون عندك تمرين ما بين مباراه مصر وتونس، ولا كنت هتكون مشغول في التمرين؟ لا طبعا ان شاء الله هتابعها. هتتابعها. شايف فرصنا ايه في المكسب ان شاء الله في مباراه تونس؟ يعني ان شاء الله الفرقه تأدي بشكل كويس والمكسب طبعا باذن الله. كيروش، ما ينفعش اسال لعيب رايه في المدرب، لكن كيروش اضاف ايه للمنتخب يا عمر من وجهه نظرك؟ والله يعني حضرتك ممكن تشوف ان احنا الفترات اللي فاتت في الماتشات كلها بنكسب والمنتخب بيأدي بشكل كويس، بس انا ما اقدرش اقول لك كيروش اضاف ايه في الفتره اللي فاتت دي حاجه يعني. لا يعني مثلا ممكن تقول اضاف المنافسه، انه
بقى في لعيبه صغيرين ما حدش كان يتصور ان يبقوا موجودين في المنتخب زي احمد ياسين وداوود ومهند لاشين ومروان حمدي ومحمد عبد المنعم ومحمود جاد ومحمد صبحي، وانه جاب عمر مرموش من بره ما كانش حد بيبص له النظره الحلوه اللي هو بص بيها ليه عليك لما شافك وجابك الدوري جابك المنتخب الوطني. فاعتقد دي اضافه كبيره يعني. دي بتخلي اللعيبه كلها يعني بتخلي الموضوع مفتوح، واي لعيب يجي المنتخب اي لعيب بيأدي بشكل كويس طبعا، ان المنتخب دي حاجه كبيره مش اي لعيب يروح. بس يعني اكيد يعني غير الموضوع ده ان في لعيبه كتيره اضافت في الفتره اللي فاتت وانا واحد منهم. نعم. فدي طبعا بتحسن المنافسه في الدوري وفي المنتخب. بتتابع الدوري المصري ولا ما عندكش وقت؟ ما بتابعوش يعني كل يوم، بس لما بكون قاعد في البيت وماتش شغال طبعا بتفرج عليه. في فريق عجبك؟ في لعيبه عجبك معين؟ لا انا بتفرج على الماتش اللي بيكون يعني في الوقت اللي انا قاعد فيه فاضي ومش بركز يعني في الفرق واللعيبه. عمر يعني نفسك تقول ايه للجماهير المصريه واحنا مقبلين على سيمي فاينل البطوله العربيه، واحنا مقبلين على بطوله الامم الافريقيه، واحنا مقبلين على المباراه النهائيه للصعود لكاس العالم باذن الله؟ احب بقول ان احنا بنشتغل بشكل كويس وبنحاول ندي 100% ان احنا نظهر المنتخب بشكل كويس، وان شاء الله الفتره اللي جايه نتاهل لكاس العالم ونعمل حاجه كويسه في امم افريقيا. عمر انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ومتاكد انك هتكون واحد من العناصر اللي هتكون سبب في مكسب مصر او منافسه مصر على كاس الامم الافريقيه وايضا في الصعود لكاس العالم. ولو حابب تقول اي حاجه اتفضل يا عمر في ختام الحوار اللي انا استمتعت بيه معاك. يا رب ان شاء الله، ربنا يخليك يا كابتن شوقي، انا اتشرفت اني كنت معاك، وان شاء الله الفتره اللي جايه نعمل حاجه كويسه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا نجمنا عمر مرموش المحترف في صفوف ستوتغارت الالماني وعلى سبيل الاعاره من فولفسبورغ الالماني ايضا. طيب نرجع تاني للبطوله العربيه ونرجع تاني لاخبارنا المحليه لانه عندنا اخبار في غايه الاهميه. ملف كأس الأمم الإفريقية والله العظيم لو جبت مين عشان يشرح لك يوضح لك يفهمك يقول لك هنكتفي بكلمة ليس كل ما يعرف يقال، لأنه هي دي عنوان المرحلة، ليس كل ما يعرف يقال، اللي هي اتقالت على لسان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. إيه هو اللي ليس كل ما يعرف؟ محدش عارف، هي عروستي يعني، فأنا معرفش يعني عشان ما بقاش كذاب، فانا معرفش، فهنتظر لحد ما اشوف الدنيا شكلها ايه، وانا بحاول اقول لكم الرؤيه شكلها ايه. اجتماع لجنه الطوارئ النهارده؟ مفيش اجتماع لجنه الطوارئ، قالوا الاجتماع يوم السبت على هامش بطوله العرب، نهائي بطوله العرب مستنيين. النهارده تصريحات من فيرون في الملعب نفسه، قال لك مفيش نيه لتاجيل البطوله، بس ليه التصريح ايه ناقص حته كده يعني، مش اجزم واؤكد ان البطوله، لا يعني يقول لك مفيش نيه لتاجيل البطوله، البطوله تقام في موعد كده يعني، اللي هو الحاجات اللي هي الجزم يعني، تعرف احنا لغتنا العربيه كمان ايه لغه شديده يعني. فنتمنى انه الامور ان شاء الله تمشي بشكل كويس، نتمنى ان المشكله اللي موجوده في تعارض المواعيد ما بين كاس العالم للانديه وكاس الامم الافريقيه هي مشكله لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد، وانا ما زلت مصمم انه في حل ليها، والحل ده موجود بس عند مين؟ عند مستر انفنتينو، جياني انفنتينو. انا مصمم على كده انه لا حل، ما ينفعش الشكل قدام العالم كده، انه الاستهانه ببطوله كبيره جدا بتصنف يا رقم 3 في العالم، لانه البطوله الاولى هي كاس العالم، البطوله الثانيه هي كاس اوروبا يعني كاس الامم الاوروبيه، البطوله الثالثه هي كاس الامم الافريقيه، يعني بتصنف قبل كمان كوبا امريكا احيانا يعني لانه اللعيبه المحترفين الافارقه في اوروبا، عندك مثلا من مصر محمد صلاح، من السنغال ساديو ماني، كوليبالي، هتقول بقى اسماء كثيره جدا جدا على مستوى القاره الافريقيه كلهم، هتلاقي منتخبات زي الجزائر، زي المغرب، زي السنغال، زي نيجيريا، زي مالي، زي كلها لعيبه محترفين في اتخن واكبر الانديه الاوروبيه. فنتعمل تعارض ما بين بطولة قارية كبيرة زي دي وكاس عالم الأندية هي ما حصلتش في التاريخ يعني. هننتظر ونرى ايه اللي هيحصل خلال الأيام
القليلة القادمة بإذن الله. وخبر النهاردة بفلوس الثلاث يوم السبت يبقى ببلاش ونتفرج ونشوف الدنيا شكلها عامل إيه. البطولة قبل بس البطولة أنا عايز بس أقف عند موقف إنساني قبل ما يجينا زميلنا محمد طه. هخرج بس من السياق يعني. وفاة الكابتن أدهم السلحدار عليه رحمة الله الحقيقة هزت مشاعرنا جميعا يعني. تعبتنا كلنا، الراجل كان في الملعب يا عيني، جاب جون وقع سجد توفى الله يرحمه اعمار، بس دقت ناقوس خطر كبير يعني. طب وبعدين، طب واللعيبه دي اخبارها ايه؟ المدربين دول اخبارهم ايه؟ الرياضيين دول اخبارهم ايه؟ الحقيقه احنا عندنا اكتر من كيان يعني. جمعيه اللاعبين المحترفين بقياده الكابتن مجدي عبد الغني، انا ما اعرفش نشاطاتها ايه عشان بس ما ابقاش كذاب، انا بقرا ساعات بشوف معسكرات لبعض اللعيبه، ساعات بشوف عمليات جراحيه لبعض اللعيبه، انا ما اعرفش عشان بس ما ابقاش كذاب يعني. عندنا الجمعيه اللي انا يعني او الرابطه اللي انا بتشرف ان انا اكون عضو فيها، رابطه قدامى رعايه قدامى اللاعبين الرياضيين، برئاسه الكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن ابو رجيله وال زميل عزيز محمد صلاح دندش، استاذ محمد جرجاوي، وكابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، كابتن ربيع سين، كابتن جمال ابو حميد، الزميل طارق رضوان. يعني بتحاول بقدر الامكان انها تعمل حاجه يعني، بنحاول ان احنا نعمل حاجه يعني. عندنا 200 اسره بيطلع لهم معاشات، بتعمل يوم الوفاء، بتعمل في ساعات العيد الكبير، العيد الصغير، شهر رمضان، دخول المدارس، حالات المرض، حالات، لكنه في النهاية مش قادرين يعني، بتقوم على التبرعات أول عن آخر. وفي ناس كتيرة جدعان قوي الحقيقة يعني بيساعدوا، لكن في النهاية طول ما انت ماشي كده، واحد زي الكابتن أدهم السلحدار لازم تقوم بدورك، واحد زي الكابتن عادل الخطيب عليه رحمة الله لازم تقوم بدورك، وغيرهم. وممكن اسماء، انا ما بحبش اقول اسماء خالص من اللي موجودين يعني، لان لو قلتها لكم هتتخضوا. فبكل الحب يعني بشكر مجلس النواب، بشكر المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبيه، بشكر الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، لان النهارده كان هناك اجتماع لبحث سبل المساعده للاعيبه القدامى. خلينا نرحب بالدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على التليفون. مساء الخير يا دكتور، وبشكرك على طيب المقابلة وعلى الحماس اللي كنت حضرتك موجود بيه انت وكل الاخوة الافاضل اللي موجودين في اللجنة النهاردة. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الفل. انا اللي بشكر حضرتك والاستاذ محمد صلاح دندش صلاح والجمعية بصراحة والفكرة الجمعية، بشكرك انت كمان، وضحت لنا حاجات يا كابتن، وفتحت لنا ملف مهم جدا ناقشناه من فتره بس مش بالعمق ده، وحضرتك يعني يمكن خليتنا نلمس موضوعات مهمه جدا. احنا كلنا كل اللجنه وكل النواب مقتنعين ان احنا لازم نفتح الملف ده، وانتوا الشرح اللي حصل النهارده وحطيتوا لنا صوره كده منطقيه وواقعيه من اللي بيحصل لقدامى الرياضيين يعني بصفه عامه، وخاصه قدامى لاعبي كره القدم. فانا بشكر حضرتك وبشكر الجماعه على المجهود ده، وانا بضم صوت لصوت حضرتك وصوت الجمعيه وكل النواب اللي حضرتك يمكن النهارده اجتمعنا يعني اجتماع مطول، وانا اصلا الاجتماع ده يمكن لقاء ايضا مع المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبيه. عايز اقول لحضرتك ان في اجماع كامل ان الملف دوت لازم نتناوله، ونتناوله بعرض افكار لدعم مش بس نشاط الجمعيه ولا الصندوق الجمعيه، لدعم الرياضيين القدامى بصفه عامه. الناس دي قدمت لمصر وقدمت لمصر كتير وفرحت الجماهير المصريه كتير، ويمكن ونقلت صوره للدوله المصريه، في منهم يعني لعيبه دوليين وفي منهم لعيبه يمكن زي ما حضرتك ذكرت النهارده نماذج احنا ما كناش نعرف فعلا مدى تاثيرهم في انديتهم ومحافظاتهم، لكن نعم. فعلا يعني رياضيين يشار اليهم بالبنان، ولا نقبل ان هم يوصلوا لمرحله زي كده زي اللي حضرتك شرحتها النهارده. يمكن مجهود الجمعيه المحترم اللي حضرتكم بتقوموا بيه والجهود الذاتيه والتبرعات الشخصيه اعتقد يعني برضه يعني جزء مهم جدا، لكن احنا لازم كلنا نشارك، كلنا نجتهد لوضع تمويل دائم لصندوق الجمعيه وصندوق رعايه الرياضيين،
وخاصة رياضيين كرة القدم القدامى. مع حضرتك إن شاء الله يعني الاجتماع ده مستمر وهيكون فيه طرح لمجموعة من الأفكار في إطار قانوني يعني يضمن توفير مصدر مالي دائم لرعاية القدامى الرياضيين. وزي ما قلت لحضرتك النهاردة قدامى رياضيين كرة القدم ده جزء، لكن عندنا قدامى رياضيين في ألعاب مختلفة حققوا لمصر كتير جدا برضه. يمكن حضرتك فتحت باب النهارده بداية كرة القدم، لكن إن شاء الله هيشمل كل الرياضيين اللي موجودين في كل الاتحادات إن شاء الله. أنا الأول كنت سعيد بكل الإخوة الأفاضل اللي كانوا موجودين، وكنت سعيد جدا بالدكتورة آية مدني طبعا لأنها زميلتنا العزيزة يعني في المجال الرياضي. دي صورة طبعا فيهم من زملاتي لأن أنا كنت في اللجنة دي فترة طويلة في إبراهيم يعني رئيس أو مدير الأمين العام للجنة، بيسموه كده ولا بيسموه أمين عام اللجنة؟ طبعا وشفنا حسن، شفت حسن وشفت عاطف وشفت كل الناس، لكن الحقيقة الأفاضل المحترمين اللي كانوا موجودين، وفي ناس انضموا لنا بعد كده الحقيقة من اللجنة. لكن دكتور محمود يعني حضرتك برضو النهاردة طرحت أفكار، والسادة الأفاضل النواب طرحوا أفكار، وزميلنا دندش قصة انه ازاي يبقى فيه مثلا تشريع، ولا ازاي يبقى فيه نص في لائحة، ازاي تبقى اسرة يعني اللاعب سواء متوفي او على قيد الحياة يبقى عنده ضمانة انه فيه على الاقل مبلغ محترم، لانه احنا بندي معاش 500 جنيه وفي الحالات يعني الاستثنائيه زي حالات الوفاه على بقدر الامكان بنعمل تبرعات. وكتر الف خير ودكتور اشرف صبحي كتر الف خير يا دكتوره نيفين القباج الحقيقه وزيره التضامن، لكنه انت عارف الامور صعبه شويه. ايه اللي ممكن يتعمل عشان يبقى في مورد رزق ثابت يا دكتور محمود؟ والله يا كابتن كان في كذا فكره طرحت. نعم. وحاجه يمكن برضه راح تطلع من الافكار المحترمه جدا، منها انشاء صندوق خاص برعايه القدامى الرياضيين. نعم. وده طبعا بيحتاج لتشريع، ومنها ايضا انشاء اتحاد نوعي. يمكن زي ما قلنا في قدامى الرياضيين ده بيشمل كل الالعاب. نعم. لكن عشان نخصص لالعاب معينه فبنحتاج عمل تخصيص اتحاد نوعي يختص فئه معينه زي مثلا قدامى الرياضيين او لاعبي كره القدم. نعم. وبالتالي يمكن الافكار اللي طرحت النهارده مثلا من عقود تسجيل اللاعبين في اتحاد الكوره مثلا. نعم. يكون في جزء يعني ولو 1% بيوجه لرعايه قدامى الرياضيين. نعم. واللاعب لما بيخصم منه في عقده 1% هو عارف ان هو بعد ما يقضي الفتره الزمنيه اللي هو اللاعب فيها وبيطلع يعني او يعني بيتقاعد ده او خلاص بيعتزل فتره من فترات الفلوس دي هترد له تاني بشكل او باخر. نعم. فبالتالي احنا بنعمل صندوق لتكافل اجتماعي بين الرياضيين، فده ايضا محتاج تشريع. عندنا ايضا صندوق لرعايه الناشئ والشباب في وزاره الشباب والرياضه، ممكن يخصص جزء منه لرعايه قدام الرياضيين. واعتقد ان كل زي ما حضرتك قلت الوزير دكتور اشرف صبحي ما اعتقدش ان هو هيتاخر عن هدف نبيل زي ده، يعني كل المسؤولين اعتقد لما يعرض عليهم الصوره زي ما حضراتكم مشكورين عرضتوها النهارده على لجنه الشباب والرياضه، اعتقد ان كله هيساهم بجهده، كله هيساهم بافكار عشان دعم هذه الاموال. فاحنا عندنا اتجاهين، اما عمل اتحاد نوعي خاص بكره القدم. نعم. او تخصيص جزء من موارد اتحاد الكوره او عقود اللاعبين. والحقيقه اتحاد الكوره برضو للامانه قايم بدوره على اكمل وجه معانا، عشان برضو الواحد وانا قلت لحضرتك الكلام ده في اللقاء قايم بدوره على اكمل وجه، لكن عايزين حاجه تبقى ثابته ومضمونه، ويعني الناس دول يعني يبقوا حاسين بكرامتهم. بس يا دكتور محمود كابتن انت قلت النهارده ان اقصى ما يصل اليه اللاعب الطبخ ممكن 500 جنيه. نعم. احنا عايزين نوصل له حياه كريمه. نعم. يعني بالظبط كده، كلها بتوصل ل 60% من المصريين حياه كريمه. نعم. برعايه او مبادره سياده الرئيس. صحيح. فاحنا عايزين دول فئه اولى بالرعايه. نعم. فبالتالي احنا لازم نوصل لهم. مين اللي هيقدر يعيش؟ انت عارف حضرتك طبعا السنه ما بتتقدم الامراض بتزيد وبيحتاج علاج. صحيح. وبيحتاج رعايه معينه. فلا بالعكس. نعم. لو هو بيتقاضى راتب مثلا 5000 جنيه مثلا اذا كان هو في وظيفه او كده، لا لما بيطلع معاش او بيتقاعد بيحتاج اكثر من كده لمصروفات علاج ومصروفات رعايه معينه. فاحنا نحتاج ان احنا نوفر لهم حياه كريمه. انتوا بتقوم بجهد مشكور جدا يا كابتن، وبشكرك عليه وبشكر الجمعيه عليه، وبعض الجهات ممكن تدعم، لكن عايزين نوفر لهم مصدر ثابت لرعايه محترمه تليق بيهم، تليق بالتاريخ اللي قدموه، وتليق بينا كدوله مصريه بترعى هذه الفئه الاكثر احتياجا في الفتره دي. فان شاء الله انا متوقع ان شاء الله المبادرات ديت والافكار دي هتترجم في فتره قريبه جدا عشان يعني يظهر للنور
شكل محترم لدعم قدام الرياضيين يليق بيهم ويليق بأدمية القدام الرياضيين. أنا مش عايز أقرر الخطط اللي حضرتك يعني برضو ما رضيتش تذكر أسماء اللاعبين، لكن إحنا لا نرضى ومفيش أي حد مواطن محب لمصر ولا محب لكل من خدم مصر في أي خطاء معين يرضى إنه يوصل بيهم الحل كده. إحنا معانا يعني في المحافظات عندنا رموز كبيرة جدا ضاقت بهم السبل، رموز رياضية كبيرة صحيح. جدا اللي خلاص يعني المعيشة بقت بالنسبة لهم صعبة. نعم. وأكثر حاجة بتعز على نفسهم إن هم يطلبوا صحيح مساعدة من حد. صحيح. لكن إحنا لازم نوفر لهم حياة كريمة بشكل محترم بمورد يعني ثابت ليهم. وأعتقد يا كابتن أنا بوعدك إن شاء الله إن في القريب العاجل هنوصل لحلول قانونية لو استلزمت إصدار تشريع إن شاء الله هنتصدى لهذا التشريع وهتكونوا برضو مشاركين معانا إن شاء الله في حوار مجتمعي عشان نوصل لتشريع يضمن حياة كريمة لهذه الفئة المحترمة اللي كنا بنجلها وبنقدرها من المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. تحية لازم احيي الجمعية دكتور الكابتن عبد المنعم الحاج كابتن محمود أبو رجيلة زميل محمد صلاح دندش كابتن زيزو كابتن فتحي مبروك كابتن ربيع سين كابتن جمال عبد الحميد أستاذ محمد الجرجاوي هو ودندش الحقيقة عاملين شغل رائع فيها وزميل عزيز طارق رضوان. هاخد زميل محمد طه بعد الفاصل عشان يكون معايا كابتن سامي الشيشيني وكابتن وليد صلاح الدين هم بيحبوا يسألوه في أسئلة كثيرة جدا. خلينا نروح لمؤتمر كروش نشوف قال إيه ونرجع تاني. كان هدفنا الأساسي هو الوصول للدور ربع النهائي وها نحن قد حققنا هدفنا وصلنا لربع النهائي وسعداء أيضا أن نؤدي هذه المباراة الهامة. أنا على يقين بأن مستوى لاعبي منتخب مصر ونظرائهم في منتخب تونس يؤهلهم لتقديم عرض جيد لكرة القدم وهي النقطة الأهم للجماهير ولصالح كرة القدم. أنا على يقين أيضا بأن كلا الفريقين سيبذلان قصارى جهدهما للفوز بالمباراة وأتمنى وأتوقع لفريقي وكل ثقة في اللاعبين بأنهم سينفذون كل المهام الموكلة إليهم من خلال جهود أفضل وطاقة أفضل وكذلك كرة قدم أفضل لأننا نعلم أننا لو تمكننا من تحقيق ذلك فسنكون قاربين جدا من الفوز بالمباراة. نحن سعداء أن نواجه منتخب تونس فريق عظيم ومدير فني أكثر من رائع وصلوا إلى كأس العالم 5 مرات هذا يعكس مدى قوة والنتائج التاريخية للمنتخب التونسي الذي تأهل لكأس العالم 5 مرات هذا يعني بأن لديهم لاعبين متميزين وهم دائما يستطيعون أن يضيفوا أشياء جميلة إلى كرة القدم. ما أعتقده حول المنتخب التونسي ببساطة بأن هناك سبب حقيقي لماذا نحن موجودون الآن في الدور الربع النهائي. في هذه اللحظة نحن الأفضل 4 فرق الموجودة الآن قطر والجزائر ومصر وتونس هم الأفضل في هذه البطولة ومن ثم أننا نتوقع مباراة صعبة لكلا الفريقين. فيما يتعلق بموقف الإصابات بين اللاعبين نعم نحن في متابعة مستمرة للاعبين ولدينا أخبار جيدة بأن الجميع جاهز للمباراة ولكن علينا الانتظار لفترة التدريب الأخيرة هذا المساء لتوضيح الموقف الخاص بكل اللاعبين عدا أشرف. سؤال صغير جدا انت قلت في المؤتمر السابق أفشة مش هقدر أضغط عليه أو مش عايز ان انا أضغط عليه أو أخليه يشارك في المباراة السابقة. المباراة دي هل ممكن تضغط على أحد اللاعبين المصابين إن هو يشارك زي الشناوي مثلا؟ نحن في الدور الربع النهائي وبالطبع متطلبات المباراة مرتفعة جدا وفي حاجة إلى لاعبين جاهزين 100% ولكن
إذا كان هناك أحد اللاعبين غير جاهز 100%، فبالتالي سأبحث عن لاعب بديل يكون جاهز 100% وتكون له الأولوية. أنا في حياتي دائما لا أمارس ضغط على أحد اللاعبين غير الجاهزين، وهو غير جاهز 100%. هذه طريقتي في التفكير دائما في كرة القدم، لأنه بالنسبة لي فإن رقم واحد والمبدأ الأول في فلسفتي بأن وعلى الجميع أن يحترم صحة اللاعبين والظروف الصحية وأدائه. وبالتالي كما قلت، نحن لدينا جلسة تدريبية أخيرة اليوم، ولا أعلم من أين جاء هذا المصطلح بأنني أضغط على أحد اللاعبين. هذا لا يوجد في على الإطلاق في قاموسي. وإن كان اللاعب جاهزاً 100% فإنه يشارك، إن لم يكن 100% لن يشارك. هذا مبدأ بسيط جداً وواضح، وأنا أعامل اللاعبين جميعاً بنفس المبدأ وبالتساوي، وهم متساوون جميعاً أمامي. طيب، بناء على رغبة زملائنا محمد نصر المخرج وليد عبد السلام رئيس التحرير، قالوا لازم تاخد محمد طه دلوقتي، الناس عايزة تطمن على أخبار المنتخب، يبقى نمسي على طه. مساء الفل عليك يا طه. مساء الفل عليك يا كابتن شوبير، ومساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يلا في النقاط كده قول لي آخر الأخبار. طيب، إذا كنا بس الأول بنتكلم عن كواليس المنتخب وبنتكلم عن كل شيء يخص المنتخب، لكن خليني كابتن شوبير أتكلم عن الكواليس الخاصة بتحضير اللاعبين اللي النهاردة شفناهم المصابين اللي شاركوا في المران الجماعي وتم تحضيرهم بشكل جيد في المنتخب عشان يكونوا موجودين إن شاء الله بكرة في المباراة. الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي، اللي الناس بتصحى أول ناس بتكون موجودة من الساعة 7 الصبح بيحضروا كل اللعيبة. البرنامج التأهيلي اللي استمر من المباراة الأخيرة حتى النهاردة كمان كانوا شغالين عشان يجهزوا كل اللعيبة عشان يكونوا موجودين في المباراة. كمان الأمور كلها ممتازة بالنسبة للعيبة الآخرين. النهاردة لما شفنا التدريب وكل اللعيبة بتشارك النهاردة، ما حسيناش ان في حد مصاب او في حد بيحامل على نفسه، لا، كله كان النهاردة أدى بشكل ممتاز جدا، الروح كانت ممتازة جدا بين اللاعبين. الأمور كلها الحمد لله طيبة. بعد ما رجعوا اللعيبة لفندق الإقامة كان في محاضرة بالفيديو، تم شرح كل تفصيلة فيها بالنسبة لمنتخب تونس، وتم شرح كل شيء ومهام كل لاعب عشان بكرة إن شاء الله يكون كل واحد يعني على قد الدور اللي مكلف به بإذن الله. تشكيل زي ما حضرتك قلت يا كابتن شبير في بداية حلقتك بالضبط، يمكن هو ده التشكيل الأقرب بنسبة يعني تتعدى 90 أو 95%. زي ما قلت لك قبل كده ويمكن أكدت معاك خلال مداخلتنا في الأيام السابقة، إن أفشة هيكون موجود وإنه بيتم تحضيره بشكل جيد في جلسات ممتازة عشان يكون موجود بشكل أساسي. كمان مروان حمدي بعد الثقة اللي خدها في الهدف الأخير، الراجل يعني بيدعمه بشكل نفسي كبير جدا، وكمان زملائه بيدعمه بشكل نفسي، وإن شاء الله يكون بكرة هو كلمة السر لمنتخبنا الوطني. طيب طه، ليا سؤال وحيد عندك، إيه حكاية أزمة التذاكر بتاع المباراة؟ يعني هي الأزمة تتلخص في حاجة بسيطة جدا، إن التذاكر اللي تم طرحها، يمكن منتخب تونس لعب قبلنا بيوم، فلما خض مباراته وتأهل قبلنا بيوم الجماهير التونسية على طول بدأت في حجز تذاكر المباراة لقبل النهائي. يمكن إحنا لعبنا تاني يوم فتأهلنا بعدها، ففي بعض الجماهير ما كانتش لسه حجزت التذاكر، فلما دخلت لقت الفئة الأعلى سعر، لأن هم لما دخلوا حجزوا الفئة الأقل سعر وتقريبا خلصت كلها. في نسبة بتبقى مخصصة للجنة المنظمة والفيفا عشان يبتدوا يطرحوها للروابط الأندية اللي بيساعدوهم بشكل كبير جدا عشان شكلهم في الاستاد يبقى شكل مميز جدا، منها طبعا رابطة الأهلي ورابطة الزمالك ومشجع منتخب مصر. يمكن هم ما لقوش أسعار متوفرة غير الأسعار اللي هي غالية، الأعلى فئة، فبالتالي كان في أزمة هنا، وكان في مطالبة من الفيفا ان هم يوفر لهم بعض التذاكر الأقل ساعة. كمان مطالبة الاتحاد التونسي بأنه ياخد 50% من ساعة الاستاد
رغم ان الجاليه المصريه هنا بتشكل نسبه كبيره وكان هم حاجزين تذاكر كتيره جدا، فهنا كان بس هو اللغط وكان الناس نفسها انه يبقى في استجابه، لكن هي فرق اليوم ده تقريبا اثر بشكل كبير على حجز التذاكر، لكن التذاكر كلها موجوده وان شاء الله في وعد بالصبح باذن الله يكون في حل من اللجنه المنظمه ان هم يوصلوا بعض التذاكر لروابط الانديه بعدد كبير ان شاء الله، ونتمنى ده باذن الله يتحل بكره الصبح باذن الله وكله يكون موجود، لكن ان شاء الله بكره هتشوف اكتر جاليتين موجودين في الاستاد بكره باذن الله، استاد 974 اللي شهد اكبر انتصار لمصر في البطوله، ويا رب يبقى وشه حلو علينا ونكمل باذن الله والجماهير تهز الملعب ان شاء الله. اشكرك يا طه، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الان نذهب الى فاصل. اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بعد الفاصل نجمين كبيرين كابتن وليد صلاح الدين كابتن سامي الشيشين. منورنا ومشرفنا النجمين الجميلين كابتن وليد صلاح الدين. مساء الفل يا كابتن وليد. مساء الفل يا كابتن شوبير. مبروك لزيدت. الحمد لله ماشي الحمد لله. مبروك للفيوتشر. لا لا فرقه كبيره وان شاء الله ان شاء الله والداخليه خسر والله بس دجله جايه. هي المجموعه كلها قويه جدا جدا، دجله وبتروجيت والداخليه والنصر والقناه، ولا يعني مجموعه صعبه مجموعه كبيره. كابتن اللي يقرا اللي يقرا التسجيل. بيك بيك الاول بس كابتن سامي. كابتن سامي دخلت كده دخلت منورنا بشرفنا كابتن سامي. كابتن شرف ليا كابتن. انا بس عايز اعقب على حاجه، اللي يقرا المجموعه بتاعه ممتاز بيه دي يشوف السنه اللي فاتت كوكا كولا ما كانتش في الحسبان ولا خالص، عشان كده هم يخلي بالهم من دي، ممكن فجاه تلاقي فرقه مش معمول حسابها فجاه ركبت. كوكا كولا احنا خدناها وبقت مش كويسه. طيب قبل ما اتكلم على مصر وتونس، باعتبارك يعني كابتن نادي الاهلي السابق كابتن نادي الزمالك السابق، لازم اسالك سؤال على الاهلي، الاستعداد للسوبر الدنيا شكلها عامله ازاي، واسالك سؤال عن الزمالك النهارده بعد التغييرات اللي حدثت على الجهاز الفني مدى تاثيرها على كارترون وعلى الفتره القادمه في نادي الزمالك. ادي السؤالين من بدري، اديتكم الامتحان اتفضل جاوب. يعني ان شاء الله النادي الاهلي حاضر باذن الله، وان كان الفتره دي في شويه لخبطه فيما يخص الاصابات، لكن نتمنى ان شاء الله الايام القادمه الدنيا كلها تتلم، يعني ان شاء الله باذن الله الشناوي يكون حاضر بقوه، حمدي فتحي يكون حاضر، اتمنى ايمن اشرف مهم جدا بالنسبه لنا. ايمن صعب بس يعني لكن اتمنى حمدي هيلعب ان شاء الله باذن الله وحجازه هيلعب، يعني بس النادي الاهلي يبقى حمدي وقفشه والشناوي الثلاثه هيلعبوا ان شاء الله لما يخلصوا بطوله مع منتخب مصر يكونوا جاهزين. نعم يعني ان شاء الله باذن الله. نعم. بدر بنون هناك حالته كويسه. عمار في البطوله دي كان حلو قوي. طبعا هايل، ده هداف الفرقه جاب وخدوا المنتخب خدوا المنتخب ومؤدي بشكل رائع. صحيح. بصراحه واحد من يعني هارد لك منتخب المغرب اصلا كله ولو الجزائر خسر كنا هنقول هارد لك منتخب الجزائر. الاثنين احسن من بعض. صح. يعني مباراه كبيره. نعم. واداء يشرف الوطن العربي كله. صحيح. لكن النادي الاهلي بيستعد الان. انا من اصابه مثلا عبد القادر يعني بس سمع انه احتمال برضو صلاح محسن اللي بره خلاص. صلاح خلاص بره. محمود متولي بره خلاص. الضمه برضو يا كابتن انت عارف بتخون يعني. لازم يهدى عليها شويه لانه عنصر مهم جدا. صح. عمار الحمد لله المسحه سلبيه. فالايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله الفرقه كلها ان شاء الله تكتمل، والنادي الاهلي طبعا ان شاء الله الاقوى وجماهيرنا ان شاء الله في قطر. سفر الاهلي يوم 17 شايفه كان حاجه جيده 5 ايام قبل المباراه. مليون في الميه. ماتش الاهلي الثاني النهارده مع سموحه ان شاء الله اللي هتعمل عمل ماتش مع طلائع الجيش، كان ماتش فيه طحن. صح. وشغلانه تعادل. اتفرجت بقى مصطفى جابهولي فاتفرجت شويه ولعب شوط وبدا يدي الاولاد كلها، ولعب زياد ولعب ما مش عارف نصير ولعب الاولاد الصغيرين كلهم. يعني شايف انه الماتشين دول كان الاهلي محتاج لهم يا كابتن وليد. طبعا مليون في الميه. ما سمعت حضرتك في الراديو كمان. نعم. وانت بتقول كنت خايف على النادي الاهلي لو ما عملش ماتشات وديه. فمهم جدا ماتشين مهمين بيأهلوا اللعيبه اللي قاعده بقالها فتره كبيره جدا بعيده عن المنافسات الرسميه، فبالتالي مهم جدا انه يأهل كل اللعيبه. ميكسوني بقى ما بيلعبش بقاله فتره. نعم. حسام حسن كان راجع من اصابه. عبد القادر الضمه. عمار. عايزين نعرف حاله متولي ايه. متولي خلاص. صعب. رامي ربيعه شغال كويس. هاني شغال كويس. هاني كويس. نتمنى رجوع الاصابات والنادي الاهلي اول ما بيكتمل. وكويس ان النادي الاهلي رايح بدري ان شاء الله يبقى على العهد. يعني النهارده كان هناك قرار باضافه عنصرين كابتن مدحت عبد الهادي كابتن امير عزمي الى الجهاز الفني لنادي الزمالك. شايف تاثير هذا القرار على جهاز الكوره في نادي الزمالك، خاصه تصريحات كارترون كده ايه؟ قال لك والله انا ما اعرفش حاجه. بص ومن حق رئيس النادي يعمل اللي هو عايزه. اللي قاله كده بالظبط يعني. بص يا كابتن وعندي معلومه انه
انا عندي معلومه مش ما بقولش اي كلام انه كلم المحامي بتاعه. بص يا كابتن، اول حاجه ده قرار صائب وده طبيعي صائب. جدا طبعا ده طبيعي نعم. جدا لان خلينا نتكلم ونقول النهارده انت ليه رافض يبقى في عنصر مصري موجود معاك في الجهاز؟ ايه السبب؟ مش حابب؟ طيب خلينا نتكلم كده بواقعيه، لو جالك لا قدر الله كورونا او جالك عيا وده واقع كلنا نعم. بنعيا كلنا بيجي لنا في الوقت اللي احنا فيه ده بتلاقي فرق فيها 8 كورونا 7 كورونا 6 كورونا والواقع ممكن يبقى فيه مدير فني نعم. مين اللي يدير؟ مين اللي يدير الماتش؟ ما هو برضه لازم نحط في الحسبان مش كل صحيح. حاجه انت عايزها هتتنفذ نعم. ما في حاجات برضه بالعقل انا النهارده باجي اشتغل في الملعب يا كابتن هل هينفع امسك 30 35 انا لوحدي؟ مستحيل انت عارف حضرتك عارف في شغل تخصصي وفي ناس بتبقى اسم الملعب في فترات ناس بتشتغل على المرمى ناس بتعمل تقسيمات طب مين اللي هيمسك بتاع الاحمال طب حضرتك النهارده عندك ماتش او مسافر بره وعايز في مجموعه كبيره هتقعد هل مدرب الاحمال هيشتغل معاهم ولا راجل فني يشتغل معاهم تمرينات او حتى العدد لو كتير تعمل لهم ماتش ودي مش ده ممكن طب كل الكلام ده مش هيبقى موجود ليه ما انت تقول انت دلوقتي مدرب محترم انا اتعاملت مع راجل محترم جدا وشغله كويس طب انا عايز ناس تستفيد منك أي. صح ولا لا انا عايز اعمل كوادر ياخدوا من شغلك ينفذوه بعد كده كمدربين بروفيشنال ومدربين مدربين فنيين فهو ده الطبيعي يا كابتن شوبير لكن ليه ما يحصلش هو ده مش طبيعي ان انا اقعد على الدكه جنب اتنين بتوع احمال الراجل قاعد جنبك وفي واحد تاني موجود الدكه فيها اتنين احمال ده مش طبيعي طيب هو بس انا بتكلم تاثيره على الاستقرار هو مش حابب هو مش حابب ومش عايز ومش ودي عايز. ودي غريبه ان الراجل عنده مشكله كبيره جدا ما بيثقش في حد بسهوله مش اي حد يثق فيه كان بيثق في سامي الشني جدا ما دخلنا معاه هو كان اول مره يجي فلما جيت اشتغلت معاه يا كابتن انا عارف حدودي وعارف شغلي كويس جدا وانا بشتغل عشان خاطرك انت اللي انت عايزه انا بعمله لك عايز تقارير بعملها لك في المحاضرات كنت بتختلف معاه في الاراء الفنيه وهو كان بيرحب هو بدا. كان هو 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 بس في الاخر انا بقول له صاحب الراي والاخير انت طبعا ما بس بياخد برأي كان بياخد بالراي لانه كان حبيبنا المجموعه اللي كانت موجوده كانت امين مخلصين فوق ما تتخيل كنت أمنا لان احنا أمنا عليك لان انت المدير الفني احنا عايزين ننجحك احنا في الاخر احنا عشان اولاد نادي الزمالك احنا جايين ننجحك تمام فهو الراجل لما خد معاك الشغل وبدا بعد فتره يشتغل معاك بقى في امان أيه. الامان يديك محاضره تخيل لما اديك محاضرتين محاضره قبل الماتش بالليل ومحاضره قبل الماتش يوم الماتش انت اللي بتعملها انا اللي عملتها في الملعب اللي هو ساعه الماتش ما انا بقول لك بقى انا بالليل اللي باخدها بالليل كنت باخدها اشرح بقى الحاجات اللي هي الهايلايتس بتاع كل الفرق اللي بنلعبها الحاجات الدفاعيه بتاعتهم الهجوميه ضربات الثابته كنت بشرحها بالليل لكن مره حصلت قال لي انت ماتش زيسكو هناك انت اللي هتقول لان انا حصل لي مشكله وقعت من على الترابيزه بقى في الستاره وقعت حصل اتعورت فقراتي فما كنتش هسافر المدرب الاحمال ساب الفرقه ومشي فمبقاش في غير مين امير والراجل فقلت له لا هسافر فردوا لي كده في الطياره ونمت في الطياره وكنت مركب رقبه فروحت هناك فقال لي بص اللي انت عملته ده انا بحترمه جدا انت هتقول محاضره الماتش بس دي حاجه زيسكو هناك بس دي حاجه محترمه انا بحكي لك الراجل نعم. راجل جدع جدا نعم. بس لما يحبك ولما يحس انت قريب منه لما يثق فيك ويثق فيك يديك اللي انت عايزه نعم توقف على الخط وما تخليش حد يقف على الخط لما يقول لك وقف لانك حاسس ان في امان خلاص انت مش هتتعدى حدودك فهو دي الثقه لكن هو ما ينفعش ما فيش حد ما ينفعش النادي الزمالك بكبره بحجمه برضه سؤالي انت ما جاوبتش عليه انا موافقك انه لازم يكون في حد استقرار الفريق راجل انت بتقول مش عايز يعني لو كانوا جابوا له سامي الشيشيني كان هيرحب وفي نوعيه طبعا للكابتن مدحت والكابتن امير دول حبايبي يعني هو ناس محترمه وانا بحيي امير معزم انه مسك بصراحه مساعد لانه كان مدير فني وكان راجل مساعد لكابتن خالد جلال في البنك الاهلي فانه يمسك تالت دي برضه تحسب له مدحت حد محترم جدا وبتاع شغل وملتزم فهم هيساعدوك وناس ما عندهاش طموح انها تركب مكانه استقرار الفريق تاثير ابقى للمره الرابعه وحسب ما الراجل عايز ما الراجل ممكن يبقى معايا اتنين وهمشهم هم دورهم هو مش عايز يا كابتن لا هو مش عايز خلاص وهو ممكن يعني ممكن يبقى فيه صدام في الاول ممكن يتلكك لهم بلغه الكوره لكن دورهم هم دور الكابتن مدحت عبد الهادي ودور الكابتن امير عزمي مجاهد ان انا اطمن الراجل جدا جدا من ناحيتي وابتدي اعمل الاستقرار اللي حضرتك بتقول عليه نعم. يعني ده دورهم هما الاثنين ان دخولهم يكون جوه الفريق بهدوء ياخد باله جدا جدا بحساسيه شديده جدا ما يقولش حاجه غير لما تطلب منه يعني مش اول ما يدخل في التشكيل ويدخل في التكتيك هو يطمن الراجل من ناحيته الاثنين وهما الاثنين نجوم كبيره واظن ان هيعملوا كده والراجل يعني اذا خد بس شهر بدون اي مشاكل انا بقول لك ان الدنيا هتمشي شهر اذا خد شهر ما ده دورهم ممكن يعملوا كده على فكره يا كابتن العلاقه كويسه جدا بينه وبين الناس اللي شغاله قبل ما يمشي
بس حصل بعض المشاكل ساعه في كورونا وتاجلت افريقيا وتاجلت الفلوس وما بقاش في فلوس في هي دي. لكن الاول كانت العلاقه كويسه. ما اعرفش لما رجع ما اعرفش بقى. انا طبعا ما دخلتش جوه واعرف علاقه ايه بينه وبينه. كان علاقه كانت بامير كويسه والمستشار كانت كويسه. لكن انا حاليا ما يعني بعتقد انها كان لازم يبقى في مرونه من الاثنين. احلى كلمه تمشي. احلى كلمه قالها سامي الشيشيني هي لازم يبقى في مرونه من الاثنين. احلى كلمه قالها الكابتن وليد انه ندي لبعض فرصه شهر عشان ناخد الثقه ما بيننا وبين بعضنا. لانه في النهايه ده نادي الزمالك ونادي الزمالك نادي كبير. ولما جرب الاستقرار شويه خد بطوله والناس كانت سعيده جدا وكانت فرحانه بنتائج نادي الزمالك وفوزه ببطوله الدوري الموسم الماضي. خلينا نقفل الملف ده وبالتالي نروح لفاصل. بعد الفاصل نفتح ملف الدور نصف النهائي لبطوله العرب مصر مع تونس ولو عندنا وقت ان شاء الله قطر مع الجزائر. بينا بقى حضراتكم على مباراة مصر وتونس نصف النهائي الأول لبطولة كأس العرب اللي بيحتضنها استاد 974 في الدوحة النهاردة والساعة 5 وبعدها الساعة 9 مباراة قطر والجزائر. كابتن سامي شايف المباراة ازاي؟ هي طبعا خلينا نتكلم ونقول يا كابتن ان دي المربع الذهبي. نعم. ما فيهوش المجازفة. في الحسابات بتبقى مختلفة عن أي ماتشات تانية لأن الخصم كمان مختلف هنا. خصم تقيل. خصم عنده مجموعه لعيبه مهاريه كويس قوي. عنده كثافه على طول في الهجوم. عنده لعيبه ممكن تصنع الفرق في اي وقت. فانت بتلعب منتخب تونس منتخب تقيل. فالنهارده حساباتك لازم تبقى مختلفه عكس ما كنت بتلعب مثلا الاردن. فانت بتهاجم بشكل كبير جدا يبقى الكثافه الهجوميه عندك. هنا لازم يكون في اتزان بقى مع تونس. اتزان وعدم مجازفه. اتزان طبعا. اتزان بشكل كبير جدا. تاني حاجه انت بتتكلم انت خارج من اكسترا تايم فانت مرهق. هو بالنسبه له لا مش خارج من اكسترا تايم. فدي برضه عندك بعض اللعيبه لسه رجع ودي راحه. عندك لعيبه كانت مصابه وبنسبه كبيره هترجع. فانت عندك حسابات كتيره يا كابتن شوبير في المباراه دي. حساباتك فرقه كبيره بتقابل فرقه كبيره في اتزان. الهجمات بتاعتك لازم تسحب وتلعب انت على المرتدات لان هو لو سحبك ولعب على المرتدات هو عنده مجموعه لعيبه مميزه جدا. عنده الجزيري سريع. طب تعالى ناخد التشكيل. يعني معز حسن حراسه المرمى محمد دراجر بلال العيفه ياسين مرباح أمين بن حميدة غلان الشعلالي فرجاني ساسي نعمي السليتي حنا بعل المجبري يوسف المساكني وسيف الجزيري. ده التشكيل الأساسي. التشكيل تقيل لأنه بيجمع ما بين المهارة والقوة. كمان مجموعة اللعيبة يا كابتن مهارين. المساكني بيصنع الفارق. حنا بعل ده بالنسبة لي كان اكتشاف هو طبعا. محمد دراجر. محمد دراجر ده يا كابتن انا بتفرج على الباك اليمين ده عصري. ده لعب بالصوت لما المسوسه جاله كورونا. طبعا ده باك ده هيبقى في حته تانية. نعم. عالميا كمان مش بتكلم على افريقيا ولا عربيا. لان ده خد احسن لعيب في المباراه اللي فاتت. لعيب هايل قوي جدا هجوميا وقوي جدا دفاعيا. وعلى طول السليتي بيفتح له عشان يكمل هو في الجبهه دي لان بيخش المساكني مع السليتي. هنبعل بيبقى شويه من تحت شويه. لكن هم عندهم مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا يا كابتن. عندهم مشكله في الحته اللي قدام ال 18. نعم. ودخل فيهم الاهداف اللي دخلت هتلاقي العدد قليل. العدد قليل على طول في الحته اللي قدام ال 18. ما بيضغطوش. هم ماهرين قوي. الضغط عندهم قليل جدا. نعم. عندهم العدد الكثافه لما تكون كره على الطرف العدد بيبقى كتير جدا جوه ال 18. ضربات ثابته اقوياء اللي ليهم كويس جدا. العدد بيبقى كتير جدا جوه ال 18 وعلى دماغهم كويس. لكن عندهم مشكله في الدفاعيه. الضربات الثابته الدفاعيه او العرضيات عندهم برضو فيها مشكله كبيره. فانا زي ما قلت لك هي مباراه لازم يبقى فيها التزام مش فيها مجازفه. ونشتغل مع المباراه حته وما ينفعش يخش فيك هدف بدري. طيب كابتن وانا قلت كده برضو انه ما تسمحش يخش فيك هدف بدري منه. التشكيله دي قدامها محمد الشناوي اكرم توفيق احمد فتوح احمد حجازي محمود الونش حمدي فتحي عمرو السوليه قفشه زيزو حسين فيصل مروان حمدي. خلينا بس يعني نحط الاثنين في كفتين كده. كابتن سامي قال التشكيله التونسيه تشكيله قويه جدا وتشكيله محترمه. غير كمان اللاعب المدافع لاعب روبن كازان الروسي انضم لهم النهارده في او امبارح في البعثه التونسيه. وكل الناس هقول لكم اسمه ايه حالا. وكل الناس بتقول انه من اللعيبه الجيدين. يعني لما نقارن بين السكواد بتاع مصر والسكواد بتاع تونس. لا انا شايف ان يعني الفرقتين في قوه واحده. في قوه واحده. لا تونس مش اقوى ابدا. بالعكس احنا ارقامنا. اسمه منتصر الطالبي اللي انضم ده لاعب روبن كازان وهو كان مسجل وكانوا عاملين حساب ان هم هيوصلوا سيمي فاينل وجيه بالفعل.
بعد السيمي فاينل. احنا ارقامنا احسن في كل حاجه، سواء في مستوى التهديف، سواء في الاهداف اللي دخلت مرمانا، في الاهداف اللي احنا جبناها، حتى في التحصل على ضربات الجزاء. لا انا شايف ان احنا اذا لعبنا بس الاول صح، اهم حاجه نلعب صح، اهم حاجه ما يكونش في افكار. اولا كل التحيه لكل اللعيبه والجهاز الفني وحتى للجماهير المصريه في قطر طبعاً. حاجه جميله جدا طبعاً. وواصلين لمستوى، واحنا كل الدعم والمسانده دلوقتي. بقول لك رابطه مصر الاهلي والزمالك مع بعض وبتحركوا مع بعض. لما انا زمان قلت انه الاهلاويه كانوا في استقبال الزمالك ساعه ماتش السوبر والزمالكاويه كانوا في استقبال الاهلي، بعض المجانين طلعوا على السوشيال ميديا وقعدوا هجوم، قلت لهم انا مصمم على رايي. لا حاجه رائعه. بص الارقام يا كابتن شوبير كلها في صالح منتخب مصر. كلها في صالح منتخب مصر. احنا اقوى في كل الارقام. يعني باستثناء دقه التمريرات هي 81 و82، لكن طبعا علشان هم بيقفوا على الكوره زياده في نص الملعب، خصوصا في وجود ساسي. انت بتلعب كرات طويله اكتر شويه. بالظبط. احنا السرعه عندنا اقوى. خد بالك هم بيحبوا يستلموا في رجليهم. يعني احنا لو قلنا ساسي بيحب يستلم في رجله جدا، نفس الوضع يوسف لمسكني، واحد من احسن اللعيبه في البطوله، ولكن بيحب يستلم في رجله وبيلعب على طول على الثابته. والحكم من وجهه نظري ان هو هيتاخر قوي ان شاء الله باذن الله في الكروت. انا عايز نلعب بقوه، لان هم عندهم نعيم السليتي بيستلم في رجله، حنا بعل، كلهم لعيبه كويسه، بس من وجهه نظري احنا اقوى لو لعبنا في نص الملعب بقوة. لو السولية مع اذا مهند لعب او حمدي لو جاء يبقى حاجة هايلة. الاثنين طبعا اقوية جدا. انا شايف ان احنا لو لعبنا عليهم بضغط عالي في نص الملعب تحديدا، وخصوصا كمان اكرم لو لعب على يوسف المسكني ما يخليهوش يستلم الكرة، او لو استلم هو اكرم بيعملها بشكل كويس قوي، ولعب على يوسف البلايلي بشكل كويس قوي. ان انت اول ما يستلم تدخل على طول، حتى لو هتعمل فاول تكتيكي، لكن ما تديش ليوسف فرصة انه يستلم ويرفع عينه ويبص، لانه لعيب حريف وهيقدر يعمل جمل مركبة. لكن انا شايف ان احنا روحنا اقوى، شايف ان احنا سرعتنا اكتر. نعيم السليتي بيحب يستلم في رجله، حتى حنا بعل وهو متحرك لكن بيحب برضه يستلم في رجله. يوسف المسكني طبعا بيحب يستلم في رجله جدا. ساسي بيحب تدوير الكرة. انا شايف ان احنا لو اشتغلنا بقوة زائد حتة التصويب، عمرو السولية بشوط كويس قوي. انا جبت الجوان اللي دخلت فيهم كلهم يا كابتن وليد كلها تسديدات ومن الحته اللي قدام ال18 اللي هي عمرو السولية شاط منها في مباراة الاردن. قفشه من وجهة نظري يلعب رقم 10. ولو الراجل مصمم على 4-3-3 مفيش مشكلة أبدا. حمدي فتحي رقم 6 على يمينه السولية، على شماله قفشة، مفيهاش مشكلة خالص. بدأ يظبط الناحية دي شوية، وهو قفشة بيعملها كويس جدا. وحتى في حواراته في المؤتمر قال يا جماعة أنا بنفذ تعليمات مستر موسيماني في النادي الأهلي أو مستر كيروش في منتخب مصر، بلعب في المكان اللي هم يقولوا لي عليه، ومنها أنا بنطلق لمكان تاني. يعني قفشة لو لعب في ثالث نص ملعب هتلاقيه أول ما الكرة تبقى معانا يروح ورا غلان الشعلالي وورا فرجاني ساسي عشان ياخد الحته اللي سامي بيقول عليها اللي هي رقم 10. فبيعملها بشكل كويس قوي وهو متميز. ولو تفتكر هدف النادي الاهلي في الزمالك الاول هو قفشه كان هنا وجه هنا. حتى مع منتخب مصر الالعاب اللي بيلعبها ممكن بيبقى ناحيه الشمال ويدخل لجوه يبتدي يستلم من ورا خط الدفاع، بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي. انا بس كل اللي عايزه ان احنا نبقى اقوياء في نص الملعب. يعني خصوصا على فرجاني ساسي لازم يبقى في قوه، على يوسف المسكني لازم يبقى في قوه، ما اديلهمش فرصه. على سيف الجزيري لازم يبقى في رقاب. سيف الجزيري كده كده. وطبعا غير المواجهات الثنائيه بقى اكرم توفيق هيلاعب علي معلول، ذكاء شديد جدا. ولو تفتكر الجزائر كانوا عاملين حاجه مع المغرب رائعه. اي فاول في اي حته واحد يروح واقف ما مش هتتلعب لغايه لما نبص احنا فين. الحاجات دي شمال افريقيا كله متميز بيها. بص الراجل اللي داخل على ال 18 ده كابتن، هات لي بقى مين في المربع اللي هو الفاضي ده، مين اللي قبله؟ ولا اللي هناك حد ولا ورضاي فاضي ولا اللي جاب الجون ولا الاربعه اللي جاب الجون. وهات الكوره بتاعت ساسي لوحده في مساحه، ولما اتقطعت الراجل راح وراح
وشاط ومحدش قابل. ده ماتش سوري. ماتش سوري. فدي بص المسافه، بص لكل المربع لسه لغايه دلوقتي محدش جه. بص كل دي قد ايه الفضا بتاعها. مفيش لحد ما شاط محدش جه. هي دي بقى مشكلتهم. اللي بيزيدوا والعدد كبير 2 4 6 1 على الارض بس كله داخل على 18. بس المشكله اللي احنا ساعات بنعملها اللي هو التواجد بس التحليل. بالظبط كده. يعني لو انت جبت الهدف ده من الاول بص الضغط على فرجاني او ده اللي انا اقصده. بص لو على المساكني مش فرجاني. المساكني لعبها للفرجاني. بس بص الضغط على ده مين؟ ده فرجاني. ده ساسي. ده فرجاني. صح. بص لما ضغطت عليه جامد وده اللي مسكني عايز يلعبها له تاني. عايز يلعبها له تاني 1 2 تمام. بص ضغطت هنا جامد. ايوه كمل بقى كمل عادي. بص حتى طلعوها ضغط عالي في نص الملعب وهنا بقى وقف الدفاع بتاع نعيم السليتي او اللي مسكني مش قوي. مش قوية يعني. يقدر اكرم يدوس على الكرة ويعدي وبيعملها كويس ويعدي يوسف سهل. وبعد لما تعدي تبتدي تلاقي المكان اللي سامي بيتكلم عليه. هنا مساحة كبيرة جدا جدا فاضية والراجل حتى رقم 4 بص كل ده محدش جه. بص كمان وسع لنفسه ازاي يا كابتن. دي محتاج عمرو السولية. ايوه ارجع كده معلش ارجع في الباص ده ارجع كمان وهي محطوطه ارجع كمان. بص رقم 4 يا كابتن هيعمل ايه. بس هنا بص رقم 4 بياخد ترن. مزبوط. شايف بيوسع لنفسه. ايوه علشان هو نفسه. هو محضر نفسه انه هيسندها. فاكر الكره اللي فاتت اللي قلت لحضرتك ان عمرو السولية خدها من تحت رجليه. مزبوط. محتاج انه بص عشان يتمطع فيها. ده بص دخل وراح وكل ده بتشوف قد ايه يا كابتن المساحه فاضيه خلص. حتى ساسي وما راح على فين؟ ما راحش على يلعب راح على ال 18. فالمساحه دي كلها فاضيه. حتى ما اتقطعت في ساسي في ماتش سوريا لوحده في مساحه كبيره جدا. فلازم الضغط. الاساس عنده مشكله عنده البطء. هو مهاري كويس لكن عنده بطء. لما تضغط هتلاقي نفسك قريب من ال 18 بتاع فريق توتس. تضغط عليها سامي ما تخليهوش حتى يفكر. لا 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 بالذات يوسف اللي مسكني وفرجاني ساسي لو حطوا الكره تحت رجليهم ورفع عينه هيبص صح. طيب. هيبص صح وممكن يودي للجون. طيب. لان الاختيار الاول على طول لفرجاني ان انا ابص قدام. خلينا اسالك. طيب نروح لفاصل ونرجع تاني. قبل ما اسالك لسه هسالك نصر قال لي محتاجين فاصل ونرجع تاني. شوف اللي يعطي توقعات في ديربي وخاصة ديربي مغاربي خاصة بين مصر وتونس صعيب معناها باش يعطي توقعات. الفريقين الاثنين فينا سقط تصاعدي بطبيعة الحال. مصر وتونس لو كانت لعبة في مصر ولا في تونس ما تعرفش شكون اللي يغلب ولا شكون اللي يخسر. على العموم إن شاء الله نشوفه مباراة جيدة تليق بمستوى الكرة العربية والكرة المغاربية والكرة التونسية والكرة المصرية المغاربية يعني شمال افريقيا. شمال افريقيا يعني ان شاء الله بالتوفيق بالنسبة للمنتخب تونس لاني تونسي طبعا نحب تونس. ولكن اذا تتعدى مصر ضرب نادي مصر دلوقتي كوتش. اذا تتعدى مصر نشجعوها اكيد. احنا اخوات واشقاء. ماتش صعب معنا ماتش ديربي كما نقولوا احنا. ان شاء الله معنا اللي يكون خير واللي يكون في نهار وان شاء الله يربح. كأس عربية ذي معناها كأس ممتازة منظمة على آخر معناها حاجة. إن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله أنا نحب تونس تربح وإن شاء الله اللي يكون خير إن شاء الله يربح وكاو. ما فيش توقع. إن شاء الله كما قلت لك اللي يكون خير تكون فما روح رياضية خاطر مصر وتونس أخوة في الآخر. كأس عرب كويسة وجيت يعني في قطر البلد اللي تحضر بها كأس العالم والناس كل عارفة أن كأس العرب هي دي تحذير بالنسبة لقطر تحذير الكأس العالم. في غيابات بس يعني أي منتخب ما يزموش يقف على أي لاعب يعني فاهم. اللي يجي يعوض يزمو يعوض احسن من اللي ماهوش موجود يعني. والحمد لله اللي موجودين يعني بيقدموا في اداء كويس. ممكن يعني محمد علي بن رمضان يرجع بعد الايقاف اللي خذوا في الكارت الاحمر اللي خذوا مع سوريا. منتخبين كويسين كلهم كويسين وحتى مصر معناه اكدوا الصداره متاعتهم يعني فاهم. كسبوا الماتشات اللي يزمو يكسبوهم ويعهدوا لحد الآن بيقدموا فيها ده كويس يعني. طبعا هي انت ميل تونس عشان تونسي فاهم. بس في الأول والآخر اللي نقوله احنا اللي على الملعب أحسن ربي وفقه. ما شاء الله فلسطين عجبتني فيهم لعيبة كويسين ومعني بالوضع اللي عايشين وربي يعاونهم ويصبرهم بس كانوا كويسين ما شاء الله.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بجد ترحيب بضيوف الاعزاء كابتن وليد صلاح الدين كابتن سامي الشيشيني. هل هي مباراه البدلاء؟ يعني مباراه مصر والاردن كانت مباراه البدلاء خاصه عندنا يعني. والله كابتن مش دايما يعني مش دايما، هو كان في توفيق المره اللي فاتت. انا احساسي في تغيير كده، انك خايف انك قلقان من المباراه دي، ده طبيعي كده. انت بتلعب خصم انا فيه. مش قلقان على غير عدتي، انا قلقان على طول بس لا. على غير عدتي مش قلقان، مش عارف ليه يعني، ما تقوليش ليه، بس انا مش قلقان، ما اعرفش، ما عنديش حاله من الاطمئنان بس عندي حاله من الثقه شويه. لا هو في ثقه طبعا في المنتخب بعد الاداء اللي عمل الحمد لله والنتائج، لكن برضو بتقابل فرقه تقيله. ساعات التوفيق بقى معاك. انا مش قلقان، انا سقعان عشان اكون امين معاك. هو بس عندنا ميزه كويسه كابتن زي ما حضرتك بتتكلم، ان عدد اللعيبه اللي جاب اهداف كتير عكس تونس. يعني تونس الثمان اهداف اللي جولهم ثلاث. طب وده كويس لينا ولا مش كويس لينا؟ طبعا كويس، ان التنوع في اللعيبه، المساكين بتجيب، الاطراف بتجيب، الديفندرات، الفراوده، فده التنوع حلو. عكس تونس، تونس لما تيجي تبص ثمان تجوال، عندنا 10 اهداف 9 مسجلين، هم عندهم 8 3 بس، 4 الجزيري والفرس العربي، فرس بالعربي والجزيري والمساكن والجزيري، هم دول اللي جايبين 4-2. فالتنوع ده ميزه ان انت بتعرف تجيب اهداف وفي نفس الوقت عندك مجموعه لعيبه كتير. لكن طبعا زي ما قلت حضرتك، هو مباراه فهيفرق معانا جدا لما يرجع اكرم. انا كان عندي مشكله الماتش اللي فات، ان الجبل ناحيه اليمين دي كانت بالنسبه لي مشكله، احمد ياسين مع عمر كمال عبد الواحد الاثنين لسه بيبداوا. هو مين اللي بكرات في الاخر، محمد عبد المنعم ولا احمد ياسين؟ محمد عبد المنعم دخل وكان قدامه مروان، ودي كانت غريبه بالنسبه لي. غريب، لا عبد المنعم بيلعب باك يمين ولا مروان. بقول لك ايه، اخر بتاعت ربنا، ما انا ده اللي بتكلم عليه، بتاعت ربنا، لانه الاثنين مش في مركزهم، ومروان يجيب الجول ويجيب جول وبعدين مكمل كفير وترت على تويتر وكمل كفير غريبين يعني، كفير والتاني مكملها بشكل كويس قوي جدا وبعدين عمل راسه حلو بعد الجول كمان. فهو انا بالنسبه لي رجوع حجازي لو بدا حمدي فتحي مع اكرم، ده تقل كتير جدا كبير جدا للمنتخب تاني البدلاء. يعني مثلا بتكلم على واحد زي احمد رفعت، نزل مره قدام السودان جاب جون حلو قوي، نزل قدام الاردن كان ليه دور كبير جدا، مؤثر جدا جدا، مؤثر جدا طبعا طبعا، واحد من احسن لعبت البطولة في التغيير. وخد طيب بالك يحافظ على دي، السؤال بقى يحافظ على دي، طب انا عايز العب اساسي فتحرمني ليه؟ ما هو في الاخر يعني الافضل للمدرب يقعده، يقعده طبعا والله طبعا. كابتن حسن طبعا عندك خمس لعيبة او تقل بره تستفاد منهم لما الريتم يقع، اصل انت عندك ميزة الفرق كلها بتيجي الشوط الثاني الجزائر بيقع بتقع حتى تونس وقت من الاوقات، انت عندك الميزة ان اللي حضرتك بتنزلهم فايقين. انا كنت الماتش اللي فات كنت بحلله يا كابتن، كان لازم قفش لازم يبقى موجود. قفش عنده ميزه المرونه التكتيكيه يخرب حاله كابتن، في لعيبه انت حضرتك وليد عارف في لعيبه ممكن تهرب من الكوره. طب انا عارف انا وليد بس اللي يعرف، ما انا برضو كمان ما انا بقول لحضرتك عارف وليد ليه، ما تقول انت وليد عارف وليد عشان هو كان بيلعب، وليد كان من اول يروح ياخد، ما انا كنت ببص له من ورا حضرتك كوره، بس هو ليه كميزه كان بيقول لهم ادوا وليد على طول. انت عارف انا مش عارف الماتش، والله مش بهزر، هو ده اللي انا بتكلم عليه، والله ما بهزر، باصل وليد هو اقنعني، هو بيروح ياخد صح، مش اي حد يروح ياخد، الناس بتخاف تخاف تخاف من الداريه. في حته التغيير دي يا كابتن، المدير الفني يتمنى ورقه زي رفعت حلو، زي ما كان جده مع خد هداف افريقيا مع كابتن حسن شحاته. انجولا ولا غانا؟ كانت انجولا باين، كانت انجولا تقريبا في 2010. يعني لو بدات بحسين فيصل هتنهي برفعت، لو بدات برفعت هتنهي بحسين، لكن انت واثق في مين بنسبه 100% لما ينزل هيبقى كويس؟ برافو عليك، هياخد رتم المباراه. انت بص اداؤه في انت بص اداؤه كابتن شوبير في الشويه اللي نزلهم، بص رفعت في الهدف اللي جابه، بص تحركاته يعني. لا رفعت امان جدا ان هو يكون احتياطي وينزل، فعلشان كده برضو مهم جدا واحنا بنقابل منتخب تونس ان احنا نلعب صح، نبتدي التشكيل صح، نبتدي الاماكن صح. قول لي التشكيله المثاليه من وجهه نظرك. التشكيله اللي عندنا الشناوي، اكرم، حجازي، الونش، فتوح، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشه، حسين فيصل، زيزو، مروان حمدي، كلها صح من وجهه نظري، بس محمد شريف يبتدي كراس حربه على حساب مروان. لكن التشكيله كلها 10 على 10، اكرم وفتوح باكين على الاطراف، حجازي والونش طبعا لو حجازي جاهز، لو مش جاهز طبعا هيبقى احمد ياسين، احمد ياسين والونش في نص الملعب، حمدي فتحي والسوليه 100%، زيزو ناحيه اليمين، قفشه رقم 10، حسين فيصل ناحيه الشمال، ومحمد شريف كراس حربه. هو بص يا كابتن، هو الشريف بيديك مرونه ان هو ممكن يلعب كفير والتاني، ودي ميزه ان هو بيجي من تحت يكمل مع مروان لو انت احتاجت تلعب بفرودين جوه ال 18.
فانا شايف ان مروان بدأ خد الثقه الماتش اللي فات يبقى يبدا الماتش ده يبدا يعني الماتش. هو خلاص خد الثقه طالما الراجل مقتنع بقى خلاص احنا لا احنا نسنده يعني مش هنعاني هو راجل مقتنع بمروان وحابب مروان عشان كده احنا قلنا حتى لما نيجي نحط التصور بتاع كاس الامم هتبقى فيه مشكله في مروان وشريف في مصطفى لما يجي دي هتبقى مشكله كبيره للراجل احمد ياسر ريان لكن هو الراجل زي ما انت حاجه بتتكلم كده مروان المكنه فتحت المكنه جابت هدف الماتش اللي فات لا من حقه انه يبدا الماتش ده من حقنا ان احنا نبقى وراه وكل الناس لازم تبقى وراه لان خلاص زي ما انت حاجه بتتكلم الماتش اللي جاي ده ماتش تقيل ولازم عندك البديل يبقى كويس زي ما حضرتك بتتكلم لان الريتم لازم هيقع مع الوقت ممكن توصل اكسترا تايم ممكن توصل مزبوط. لمدى بعيد يبقى عندك الدكه اللي بره ما يقعش الريتم اللي ينزل يعلي الريتم ما يوقعش الريتم يعني لما يكون عندك رفعت او شريف او انا ما اعرفش طبعا هيبدا بزيزو ولا هيبدا بمصطفى فالنهارده يبقى عندك مصطفى قاعد بره يبقى عندك نص ملعب مهند لاشين موجود مصطفى بديل ولا يبدا احسن انا شايف بديل يا كابتن بديل احسن بديل. وليد وبرضه بص يا كابتن الراجل ده اقنعنا ان المستويات كلها متقارب. قريبه جدا من صحيح. بعض كلهم لعيبه كويسه يعني ابتديت بمروان ابتديت بشريف ابتديت بزيزو ابتديت بمصطفى فتحي الناحيه الثانيه ابتديت برفعت بحسين فيصل المستويات كلها قريبه جدا من بعض فعلشان كده انت لما اللعيبه دي دخلت ما حسيتش بفرق عمر كمال عبد الواحد كويس احمد ياسين كويس مهند في نص الملعب كويس رفعت كويس بصراحه حسين فيصل هايل مصطفى فتحي طبعا فهي الفكره مين يبتدي ومين يختم دي حاجه بتاعه المدرب لكن في الاخر كل واحد ليه قناعاته انا شايف ان زيزو يبتدي قفشه يبتدي حسين فيصل يبتدي محمد شريف يبتدي من وجهه نظري ده الانسب لان في الاخر برضو اللي هينزلوا قريبين جدا في المستوى طيب. بعد الفصل هسألكم انتوا الاثنين اقوى خطوط المنتخب التونسي واقوى خطوط المنتخب المصري بعد الفاصل مع كابتن سامي شيشيني وكابتن وليد صلاح الدين اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين اقوى خطوط المنتخب التونسي الخط الهجومي الخط الهجومي نسمي نعيم بالاقوى يبقى يوسف المساكني اقوى واحد وبعديه سيف الدين الجزيري هداف البطوله وبعديه حنا بعل اللي تحتيهم وبعديه نعيم السليتي الاربعه دول طبعا مع الباص بتاع فرجاني ساسي لكن الاربعه دول فيهم ميكس قوي يعني حنا بعل لعيب متحرك طبعا لعيب مانشستر طبعا وهيبقى احسن من كده كمان هو بيروح على الجون قليل ما عندوش طبعا المهاره بتاعت يوسف المساكني لكن هو متحرك خبرات طبعا ومتحرك لكن سيف الدين الجزيري بدماغه شغال يمينه شغاله شماله شغال هداف فعلا يوسف المساكني قوي جدا لو سلمته الكرة لو سبته يستلم مشكلة ليه لان عنده حلول هو هيلعبك على السبتة اول ما هتخش على طول هياخد على السبتة عنده الفكر بيتغير في جزء من الثانية يقدر يعمل وان تو يقدر يقف على الكرة يقدر يصلح ناحية تانية نعيم السليتي اقلهم شوية لكن سريع وقوي ومهم ان فتوح كمان يهتم بيه الجزء ده انا شايف ان كيف نواجه هذا الخط القوي بص يا كابتن انا عندي خطين تقال جدا وانا خايف انا اقول خط فيهم اقوى عشان ما اظلمش الخط التاني يعني عندي خط دفاع برجوع اكرم توفيق بحجازي بالونش بفتوح اللي انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجوده في البطوله عامل بطوله هايله هايله واتظلم ان هو ما خدش افضل لعيب في اي ماتش من الماتشات فبالتالي انت عندك رباعي تقيل جدا ان شاء الله رباعي تقيل جدا ومش عايز اغفل حق نص الملعب نص الملعب قوي حمدي لما يكون معاه السولية او معاه زيزو او معاهم مهند او قفشه نزول زيزو ظبط شكل الفرقه شويه يعني بدايه زيزو ظبطت شكل الفرقه شويه بص يا كابتن احنا عندنا مشكله في نص الملعب ان ثلاثه اقوياء ولعب مهند مع حمدي مع 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 السولية لكن المرونه اللي يزيد هي زيزو طبعا اللي يزيد قفشه نعم لكن الثلاثه مع بعض مش هتلاقي النسبه الهجوميه عندنا عاليه هتلاقي النسبه الدفاعيه عندنا اعلى من النسبه الهجوميه لكن اللي بيعمل مرونه ويزود الكثافه الهجوميه هو زيزو او قفشه بص الارقام دي حلوه قوي عشان كده الثلاثه بتوع نص الملعب انا بقول ان لازم يكون موجود فيهم قفشه او موجود فيهم زيزو لو حبيت تلعب بثلاثه نص ملعب الاثنين موجودين لو حبيت بقى حطيت زيزو قدام خلاص بقى في الحته دي بقى فيها ميزه شويه طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نسال ازاي ممكن نسجل هدف باذن الله كابتن وليد باعتبار المذيع من حق اغير السؤال لا براحتك ممكن تمام سيناريو الاحسن لمنتخب مصر
سيناريو يعني افتراضي نفتكس يعني سيناريو الافضل بكره. ده حلو قوي، اول دقيقه يجيب جون ويطرد منهم واحد سيناريو. طيب. لا يعني احنا السيناريو الحلو بالنسبه لنا ان احنا نضغط كويس قوي في نص الملعب. حلو. وربنا يوفقنا بهدف. نعم. بدري لاسباب كتير. رقم واحد احنا مجهدين اكتر منهم، احنا لاعبين بعد تونس بيوم واحنا مكملين 120 دقيقه. نعم. المنتخب التونسي مستريح اكتر. فبالتالي احنا عندنا اصابات اكتر، عندنا اجهاد اكتر. السيناريو الحلو قوي ان احنا نجيب جون بدري ونرد نص ملعبنا ونلعب على المرتدات. زيزو سريع، أفشا بيعرف يوصل كويس قوي، عشان كده انا قلت محمد شريف، لان لو خطفنا هدف بدري محمد شريف في المساحات ما بين بلال العيفة وما بين ياسين مرياح هياخد بشكل كويس قوي في المساحات. فده سيناريو حلو جدا. ان انت ترد نص ملعبك وتلعب على الهجمات. طب اسال كابتن سامي، السيناريو الاخطر على منتخب مصر يخش فيك هدف بدري، لان انا مش عايز افتح الجيم، ما مش عايز العب في مساحه كبيره. ايوه. انت لازم عشان تشتغل الفتره دي مع الاجهاد، مع اللعيبه اللي جايه من اجهاد مع تونس، خلي المساحات تبقى ضيقه. النهارده لو دخل فيك هدف هتضطر تفتح وتشتغل ضغط من قدام. وهتضطر ان انت تفقد مجهود كتير وانت لعب اكسترا تايم وفي نفس الوقت مش مريح زيهم. فالسيناريو الاسوء بالنسبه لي يخش في هدف. طيب اخر سؤال، هل ممكن تمتد المباراه لضربات ترجيح ووقت اضافي؟ ممكن طبعا. لقوة الفرقتين. وإن كنت علشان حتة الإجهاد أظن إنها هتخلص في التسعين دي. يا رب إن شاء الله تخلص لصالح مصر في التسعين دي. كابتن وليد نورتني وشرفتني. حبيبي كابتن شوقي. كابتن سامي نورتني وشرفتني. شكرا. أشكركم أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.